مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم. منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله النهارده اكيد هنتكلم عن مواضيع كتير جدا جدا جدا، خصوصا الاصابات. اصابات نادي الاهلي امبارح في مباراه نادي الاهلي امبارح، محمد محمود وجيرالدو لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، رباط صليبي وشد في العضله الخلفيه. موضوع لازم نتوقف عنده، هنتوقف عنده النهارده. هيكون معايا ضيف من العيار الصقيل، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اخبار الرياضه النجم الاستاذ ايمن بدر، هيشرفني بعد قليل. هنتكلم معاه في كل الاحداث اللي على الساحه الرياضيه، هنتكلم عن حسين الشحات كمان النجم الكبير، هنتكلم عن احمد فتحي ودوره القادم، هل هيستغله الجهاز الفني كديفندر؟ وانت بتدور على ديفندر، احمد فتحي ممكن يبقى من احسن ديفندرات، وانت عندك اساسا احمد فتحي، ممكن نستغله في حته ديفندر. هل هنستغنى شويه ان احنا ندور على ديفندر جديد في ظل وجود احمد فتحي اللي ممكن يعاد توظيفه مره ثانيه كهاف ديفندر؟ اعتقد يعني ممكن. احمد فتحي لعيب مهم جدا، لعيب اساسا نص ملعب، بتوظف ناحيه اليمين شويه وناحيه الشمال شويه ومساك شويه وفي نص الملعب، لكن هو بيلاقي حريته بيلاقي راحته في نص الملعب. لعيب تقيل، ممكن نستغله ليه لا يعني. هنتكلم عن كل الاحداث اللي في الشارع الرياضي. محمد صلاح طبعا الف الف مبروك، نجم كبير جدا ويستاهل كل الجوائز الرياضيه. محمد صلاح ما شاء الله بيحصدها يعني، النهارده قريت محمد صلاح بيصحى من النوم بيروح التمرين وبيحصد جوائز ما شاء الله ما شاء الله، مش عايزين نحسده للمره الثانيه على التوالي احسن لاعب في افريقيا، وان شاء الله يستمر للمواسم الثالث والرابع كمان. لكن تعالوا نتكلم اول حاجه عن موضوع الاصابات، محمد محمود تحديدا. محمد محمود تحديدا امبارح من اول ما وقع على الارض انا شخصيا كده قلبي اتقبض، قلت مش التانيه الرجل وفرده الرجل وفرده الركبه فيها كلام، فرده الرجل دي او الركبه تحديدا لما بتتني بقى الموضوع داخل قوي في رباط صليبي قوي، لان الرباط انتوا عارفين الرباط هو اللي بيحرك الركبه، هو اللي مسؤول عن تحركات الركبه يمين وشمال وقدام والورا. ف لما ما تعرفش ترجع ركبتك تفردها، محمد محمود لو خدتوا بالكم امبارح لما وقع مش عارف يفرد ركبته تاني، مش عارف يفردها، فكان باين ان الموضوع فيه رباط. الموضوع ما وقفش لغايه كده، محمد محمود مش مصدق، وده الطبيعي جدا يا جماعه في النادي الاهلي لما يكون لعيب جديد داخل النادي الاهلي وعايز يعمل حاجات كتير قوي، لما يتصاب ما بيصدقش حتى لو هو مش عارف يمشي اساسا، هيقوم ويجري لانه مش مصدق ان هو اتصاب، واصابه تقيله قوي. لكن هو حسسنا ان الموضوع عادي. طب الموضوع مين اللي يعرفه عادي او مش عادي؟ اكيد الدكتور خالد محمود. فلما اللعيب طلع ترشله حاجات ورجليه اتنت واتفردت ونزل الملعب مره ثانيه، وفضل حوالي ما يقرب من 10 دقائق او فوق الخمس دقائق بشويه. مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. اتكلمنا قبل كده عن الدكتور خالد محمود، انا تحديدا اتكلمت عليه ودافعت عليه بقوه وبعنف كمان، وكنت متحدي كل الناس يا جماعه الاصابات مش مسؤوليه الدكتور هاد محمود. لكن امبارح لا، امبارح لا، كان المفروض عرفنا من الدكتور خالد ان اللعيب يعني بلاش ينزل حتى على الاقل، لان الرباط صليبي وقطع في الغضروف لا طبعا ما ينفعش ينزل الملعب تاني، لان الاصابه ممكن تتفاقم وتزيد كمان. فالموضوع لا، موضوع كان المفروض يبقى فيه دقة شوية في التشخيص والفحص الطبي لمحمد محمود امبارح بعد ما خرج تحديدا. أنا قلت لكم اللاعب بيبقى عايز ينزل، مش مصدق إن هو جات له إصابة. أنا أول ما دخلت النادي الأهلي في تاني مباراة أو تالت مباراة جالي قطع في الرباط الداخلي. أنا مش مصدق أساسا، مش مصدق، لا استحالة اتصاب إزاي؟ ده النادي الأهلي، الواحد ما صدق جه النادي الأهلي. اللاعب ده اللي في دماغه، ده اللي بيدور في دماغه. وقمت وجريت، ركبتي كانت بتروح وتيجي مني وانا مش مصدق برضه، لغايه لما خلاص بقى الموضوع بقى امر واقع، انت هتخرج هتخرج. فمحمد محمود قطع في الرباط الصليبي وكمان قطع في الغضروف وينزل يلعب شويه كمان، موضوع صعب قوي. لازم تتوقف عند الاصابات. يعني انا السنين اللي فاتت يقول لك اصل الاعمال والسحر والدجل والكلام ده كله، احنا مؤمنين طبعا وعارفين ان الكلام ده مذكور في القران، لكن كنا مستبعدينه قوي عن النادي الاهلي يعني، او لعيبه النادي الاهلي. لكن كده كتير قوي، ده كده كتير قوي. اللعيب بينزل بيتصاب، اللعيب بيبقى مصاب وينزل الملعب يتصاب تاني، مش ملاحق يعني. احمد فتحي نزل اتصاب، مش عارف باسم ينزل اتصاب، رامي ربيعه اساسا مش عارف يرجع اساسا، صلاح محسن، جيرالدو امبارح، يعني انا خايف
انا خايف سيد عبد الحفيظ ممكن يبقى قاعد اتصاب، خايف مدير فني ممكن قاعد اتصاب، والله العظيم بجد لازم نقعد نفكر ايه الاصابات الكبيره دي وليه لا، يعني ما يكونش حد عامل اللعيبه دي حاجه. ما هو اولاد يعني انا اسف يعني على الالفاظ، مش عايز اقول الفاظ جارحه، لكن الناس المؤذيه كتير جدا، ليه لا؟ يعني موضوع صعب جدا 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 ان انا عندي كميه الاصابات دي وما اقعدش افكر هل الاصابات دي الجهاز الطبي بريء منها بطريقه كبيره جدا. امبارح بس انا بلوم بس على الدكتور خالد في جزئيه امبارح بس، لكن قبل كده لا، دكتور خالد محمود من احسن الدكاتره الموجوده والجهاز الطبي كمان اللي معاه من احسن الاجهزه الموجوده، لكن امبارح بس كان لازم محمد محمود يتعمل له فحص اكبر من كده، لان ما ينفعش اقول او شخص الاصابه جزع ويطلع رباط صليبي، ما كانش ينفع خالص. فانا ارجع تاني لموضوع الاصابات دي، كان طبعا اصابه محمد محمود هو خارج، انا بقول لكم قمه الحزن وقمه السواد في عينين اللعيب وهو طالع من النادي الاهلي او من مباراه بيلعب فيها النادي الاهلي المره الاولى او المره الثانيه، وهو عنده طموحات كبيره جدا واتصاب اصابه كبيره جدا هو عارف، لكن خلاص بقى الحمد لله محمد ان شاء الله ترجع احسن من الاول، مفيش حاجه في ايدينا نقولها غير كده الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل والحمد لله. لكن قلت لكم الاصابات كتير جدا، جيرالدو امبارح ما لحقش يتمرن، مش هنقول بقى تمرين ومش هنقول دكتور، احمد فتحي نزل وتعالج ورجع اتصاب، مش هنقول تمرين ومش هنقول دكتور، مفيش احمال اللعيبه في ايه، لازم نعرف في ايه بصراحه. انا خلاص انا بدات اصدق ان في حاجه معموله للعيبه دي. انا بدا كان بيجي لي من صحابنا على الفيسبوك العاشقين النادي الاهلي يقول لي يا كابتن والله العظيم اللعيبه، فانا طبعا كنت مستبعد الموضوع ده بصراحه، لكن لا انا لازم افكر برضه، ما انا ربنا مديني عقل وربنا قايل الكلام ده في القران بيحصل، وانتم شايفين الدنيا حوالينا عامله ازاي، وقبل كده سمعنا عن شو مش عارف اسمها ايه دي بتاعت الاعمال وبلد اسمها ايه تانية بتاعت الاعمال، الناس راحت يعني الناس دورت يعني، فليه لا، ليه ما يكونش اللعيبه دي فيها حاجه، ليه ما نجيبش مثلا بجد والله العظيم انا الحاجات مذكور في القران، فنعمل كده بجد، نعمل كده كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يعمل كده، لازم يشوف في ايه غلط في اللعيبه في الحاجه، اكيد في حاجه غلط تحصل اللعيبه دي، حد عمل لهم حاجه اكيد، بس الموضوع صعب قوي انت تتخيله بعقلك انت كبني ادم، صعب قوي ان كل اللعيبه دي تتصاب واصابات، يعني محمد محمود دي مش اصابه رباط صليبي. امبارح جيراردو سبرنتين عادي جدا، بتعمل سبرنتين يطلع بشد. احمد فتحي بقى على صلاح محسن على ازاره اللي عمال يطلع ويروح ويجي، اللعيبه بتبقى قبل ما تجي لك النادي الاهلي بتلعب بتقعد سنه في النادي بتاعها ما بيحصلهاش حاجه. اول ما يجي لك الاهلي ماتش واتنين وشكرا. نقول ما شاء الله باسم رجع شكرا. سعد سمير شكرا. والمستوى في النازل. ونجيب شكرا، نجيب غضروف ما بيقعدش ثلاث اسابيع. رامي اتصاب ويتأهل ويرجع صبعه يتكسر. حاجه بصراحه لا، يعني لازم برضو احنا نفكر بعقلنا، ربنا ادانا عقل نفكر بيه ولازم نشوف في حاجه، نشوف في ايه. احمد فتحي احنا بندور على الديفندر. اقتراحات يعني. احمد فتحي ديفندر كبير جدا جدا ولعيب عنده خبرات تقيله قوي. ليه ما نستغلوش احنا كديفندر لغايه لما يبقى عندنا وقت مناسب ونشوف ديفندر بمواصفات للنادي الاهلي. احمد فتحي مجهوده كبير قوي، بيحب يلعب في الملعب كله، بيقطع من احسن اللعيبه اللي بتقطع كوره، بيسلم كويس قوي، بيزيد كويس قوي، فعندك لعيب بس يرجع بالسلام، يرجع بالسلام. حسين الشحات وشفنا الناس نزلت صور لحسين الشحات ومش عارف كان ايه واحنا كلنا كنا ايه يعني، والناس اللي نزلت الصور دي كانت ايه؟ الرسول عليه السلام كان بيلبس جلابيه مرقعه. الرسول عليه السلام. عندنا امثله كبيره جدا، كل الناس اللي ربنا كرمها، مش لازم ربنا بيكرم بفلوس لان الناس فاهمه الموضوع ده غلط. ربنا كرمها في حاجات كتير قوي، ربنا كرمه بحب الناس. ابو تريكه كلنا. لكن انت تجيب بقى صوره لعيب وبصراحه يعني قمه قله الادب اللي في الدنيا ان انت تعمل كده، تجيب لعيب وتجيب صور ومش عارف وتعمل ايه. حسين الشحات مش مجرد صفقه للنادي الاهلي، حسين الشحات في نظري انا من وجهه نظري انا عاد جزء كبير قوي من كرامه الشارع الرياضي عموما لما رفض الفلوس واختار المبادئ بتاعته واختار حب
المكان اللي يروحه، لان كان اشيع او مش اشيع، خلينا نتكلم بواقعيه، كان خلاص كنا بنتكلم في العموم في الوسط الرياضي عموما ان الفلوس تجيبك وتوديك، مش كده ولا ايه؟ اي حد الفلوس تجيبه وتوديه، مش اي حد، اسف، المعظم، الاغلبيه، الفلوس تاخد كذا، طب علي لي شويه وانا اسيب مش عارف فين، يلا خد، يلا معاك، هي كده، ما بتعديش اكتر من كده، تاخد كذا، لا اصل النادي بتاعي وبتاع وجماهير والدنيا، طب نزود لك شويه، اه ماشي يلا بينا. لكن حسين الشحات قال الحاجات دي كلها طز في وشها، انا بختار حبي وبختار عشقي وبختار النادي الاهلي، بختار فريق البطولات والانجازات والتاريخ واصحاب التاريخ ومشجعين التاريخ. حسين الشحات مش ضحى، احنا بالنسبة للناس اللي هم بيشوفوا ان هو ان انت تسيب الفلوس تضحية، هو مش ضحى، حسين الشحات كان فرحان هو سايب الفلوس، لان الفلوس بالنسبة للانسان اصيل نظيف لا تعني اي شيء خالص، لان هو عايش بمية جنيه زي بألف جنيه زي بمليون جنيه زي بعشر مليون جنيه، هو عنده رضا، الحمد لله ربنا خلق الناس كده عندها رضا، لكن النفوس بتضعف قدام الفلوس، القوي والقوي بمبادئه والقوي بإيمانه بربنا عمره ما بيضعف قدام الفلوس. حسين الشحات ضرب مثل ان كل حاجة ما تسويش ان انت بتلاقي حاجة انت بتحبها ولا مليارات الدنيا اساسا، وعمل كده فعلا وقال لي الدنيا كلها، عشان كده بقول لكم رجع جزء كبير قوي من الكرامة في الوسط الرياضي عموما اللي كانت المادة بتتحكم فيه، الراجل ده قال لي الحاجات دي لا، ولا الفلوس تيجي في النادي الاهلي وحب النادي الاهلي تحت رجليه، ده حسين الشحات، بقيمة حسين الشحات. تعالوا ناخد الحاج عامر حسين المحترم، الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة. حاج عامر اهلا وسهلا بيك. مش معانا؟ مش جاهز؟ حاج عامر اهلا وسهلا بيك يا حاج عامر. الو. طيب انا كنت عايز اجيب الحاج عامر عشان نكلمه عن تنظيم كاس الامم الافريقيه اللي مصر يعني شرفت انها تنظمها، لكن كنت بتكلم عن حسين الشحات، ما كنتش احب بصراحه ان احنا نقطع يا جماعه كلام عن حسين الشحات، لان حسين الشحات حاجه قيمه كبيره جدا، لازم نديله حق، لازم ندي لحسين الشحات حقه بصراحه، حقه محفوظ، ويعني حسين الشحات لو نزل وقعد في الملعب خلاص دخل قلوب الجماهير من الباب الواسع. حسين الشحات اعتقد ان حبه بقى يعني ما يقارب حب النجوم الكبار جدا جدا للنادي الاهلي. حسين الشحات اختار النادي الاهلي وفضل النادي الاهلي عن اي حاجه زي ما قلت لكم، مش عايز اقعد وازيد فيه، لكن حسين الشحات مش مجرد صفقه، حسين الشحات فعلا فعلا اثبت للجميع ان الحب ما بيكونش ليه اسباب، مش شرط، خلي بالكم، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، مش شرط ان انا ابقى من ابن المكان عشان احبه، مش شرط ان انا ابقى قاعد في المكان سنين معينه عشان احبه، مش شرط ان انا يعني اعمل اي حاجه بالكلام عشان الناس تقول اصل ده بيحب المكان. انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في الموضوع ده، وهتكلم معاكم بعد ما اخد الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اتحاد الكره المصري. حاج عامر اهلا وسهلا بيك. الو. الو. يا حاج عامر. الصوت بعيد يا كابتن والله. سامعني كده؟ الو؟ اه كده احسن بس. كل سنه وانت طيب يا حاج عامر. طب يا جماعه نجيبه تاني يا جماعه. نجيبه تاني. ماشي. عايزين نتكلم عن تنظيم البطولة الأفريقية. معانا جاهز؟ طيب خلاص، خلينا لغاية لما نخلص بقى كلامنا ممكن نجيب الحاج عامر مع الأستاذ أيمن بدرة يتكلم كمان، الأستاذ أيمن بدرة أكيد هيبقى ليه أسئلة ليه كمان، نخلي الحوار جميل كده.
عايز اقول لحضراتكم وبتكلم وبعيد وبكرر على موضوع حسين الشحات. حسين الشحات بكرر تاني، قلت لكم قبل كده ان في ناس ماتت مننا وما دخلوش النادي الاهلي اساسا، كانوا بيشجعوه بس. فالحب مش مرتبط بحاجه، الحب مش مرتبط باي حاجه، لا ان انت تقعد في مكان كتير، لا ان انت ابن من ابناء المكان، عشان انت يعني، وانتوا شفتوا امثله قدامكم وامثله كبيره جدا يعني قالت لكل حاجه لا انا مع الفلوس، وامثله برضو كبيره جدا قالت لكل حاجه اه احنا مع المبادئ ومع الحب ومع الاحترام. خلي بالكوا في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي عملت العمل حسين الشحات، لكن انا بتكلم على حسين الشحات لانه هو كان عنده الاختيار وكان عنده كل الاختيارات، فلوس كتير قوي، هو اساسا مش مرتبط بالنادي الاهلي بحاجه. لكن حسين الشحات من يوم ما طلع من نادي مصر المقاصه هو قال يا جماعه انا اهلاوي، وحتى هو في مصر المقاصه يا جماعه انا اهلاوي ونفسي اروح الاهلي حتى لو هسيب كل حاجه. فشكرا جدا ليك يا حسين، وانت خلاص دخلت قلوب كل الاهلاويه، واحنا زي ما بنفتخر بنجومنا اكيد هنفتخر بحد اسمه حسين الشحات ان هو ساب كل حاجه واختار النادي الاهلي واختار جماهير النادي الاهلي واختار رموز النادي الاهلي واختار كيان النادي الاهلي، وخلاص انت دخلت من الباب الكبير للنادي الاهلي. وكفايه كلام طبعا النجم الكبير معشوق الملايين الاهلاويه محمد ابو تريكه، واكيد كل الناس في الاهلي عارفين قيمتك وهيعرفوها كمان لما تنزل باذن الله الملعب مع الفريق. دي اهم النقاط اللي كنت عايز اكلم حضراتكم فيها. تعالوا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكبير، النجم الكبير، كاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اخبار الرياضه، الاستاذ الكبير ايمن بدر. استقبله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير الاستاذ ايمن بدره الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اخبار الرياضه. نور الدنيا. ازيك يا كابتن ميدو، انا سعيد ان انا اكون معاك، كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب. سعيده علينا وعلى كل جماهير الكره المصريه وعلى كل الاهلاويه، وسنه عيد ميلاد مجيد لاخواتنا المسيحيين، ومبروك لكل مصر والمصريين والعرب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. مبروك ابننا محمد صلاح من إنجاز إلى إنجاز، من شوية كان بيتوج بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، فالحقيقة كلها طاقة إيجابية. خلى بص حتى وشك منور إزاي، وانت حتى كنت بتتكلم على أنا على حسين الشحات وازاي حسين الشحات والتضحيات اللي بيقدمها والتفاني والحب اللي الناس دلوقتي للاسف الشديد بتحاول انها تقول انه حسين الشحات لا ده بيقول كده عشان الاهلي. لا، حسين الشحات انا عارف كويس جدا، وعارف كويس جدا هو كان في العين، وانا قعدت معاه واتكلمنا وقلت له انت عندك مهمه دلوقتي انك بتمسح بعض السلبيات اللي كان في بعض ابنائنا المحترفين في الدوري الاماراتي غير ملتزمين وسابوا اثر سيء. انت دلوقتي فارس الرهان، الناس كلها بتتطلع اليك، وبعد كده ان شاء الله باذن الله مهمتك في النادي الاهلي. فحسين الشحات كان عنده اصرار وهو في اوج تالقه في العين، ودي شهاده امام الله، واحنا يعني مع زمايلي الشباب كان ضفنا في اخبار اليوم وعملنا له تكريم وندوه، كان عنده اصرار شديد على انه هو ينضم للنادي الاهلي. جميل جميل. حضرتك بدات بحسين الشحات، فخلينا نتكلم في حسين الشحات، لان انا قلت زي ما في الانترو حسين الشحات مش مجرد صفقه وخلاص، انا قلت تحديدا حسين الشحات اعاد جزء من كرامه الشارع الرياضي اللي كانت مؤخرا بتمشي ورا الفلوس، كل حاجه خد ماشي تعالى. حسين الشحات قال لا، مش الشارع، انت يعني بتخفف انت بتروح، لا انا انت بتروح ليه من شارع بعيد، ما تخليك في ال ما تخليك على الجون على طول، انت راجل لعيب. خلينا على الجون على طول. يعني لا، بعض الناس اللي ارتدت عباءة المادية وتركت عباءة القيمة والاحترام والمكانة رغم كل تاريخهم وانتماءاتهم مع النادي، ومع ذلك فضلت المادة في فترة، طبعا ما حدش بيقول انه ما حدش يعني يبقى يعني يدور على المادة، ولكن البحث عن المادة لا يعني
ان يكون في اعتداء على اسم او كيان او الاشتراك مجرد الاشتراك في محاولة الإساءة للنادي اللي انت اكتسبت اسمك منه وبطولاتك وما إلى ذلك. عشان كده الناس كان عندها صدمة وعشان كده في ناس مش مصدقة انه يكون في الإخلاص ده عند حسين الشحات ومش مصدقة انه في ناس لسه مستعدية تضحي علشان خاطر بتحب ناديها وعشان خاطر تشتري مكانتها واسمها عند جمهور هي بتحبه. ففي احيانا امور لا تشترى يعني في حاجات قيم المال ما يعوضهاش. في انك انت تبقى ماشي في الشارع وناس تقابلك بحب وتسلم عليك باحترام دي حاجة ما تسواش غير انك تبقى متداري وخايف تظهر في حتة علشان انت مالكش مكانة في وسط المجتمع ده. جميل. في ناس معاها ملايين وشفنا ناس معاها ملايين ومليارات وتجرت بمعايير الشعب دوت وما لهاش مكانة. بالزبط. وفي ناس بسطاء طبعا بيرضوا ربنا اولا وبعدين. فالصدمه الكبيره اللي حصلت للجماهير الاهلاويه اللي هم بقى حقيقي مخلصين وجماهير الكره المصريه بصفه عامه يعني الحقيقه كل بكل انتماءاتهم زملكاويه واسماعيلاويه وبورسعيديه كلهم بيبقوا عندهم حب شديد جدا جدا لناديهم بيستقطعوا من وقتهم بيسافروا وراه مستعدين يعني يتحملوا الكثير. فعلشان كده موضوع ان حسين الشحات يبقى في هذا الـ في هذه المكانه في هذا التوقيت عامل شويه لكن من المؤكد مع المباريات ومع الايام هيثبت انه كان مخلصا جدا للنادي الاهلي. كشف وجوه كثيره يا زعيم الحقيقه يعني المقارنه دايما الناس تقارن انا بتكلم في العموم خلي بالك عشان بس الساده المشاهدين احنا بنتكلم في العموم انا قلت الشارع احنا بنتكلم على مواقف احنا بنتكلم على مواقف بنتكلم على مواقف ما بنتكلمش على اشخاص بنتكلم على مواقف موقف كذا وموقف كذا. فالموقف انه حد يبقى من ضمن النادي ويسيبه علشان يروح يوقع لنادي اخر ويشعل ازمه ويعمل مشكله واخد بال حضرتك وتفتكر احنا كنا مره اتكلمنا كده قلنا النادي الاهلي علم ولاده انه ازاي هو يحافظ عليهم وعلم الناس انه الاهلي فوق الجميع. بالظبط انا عمري ما انسى الجمله دي انا نزلت قلتها وقلت كمان ان لا هو ده مبدا ده مبدا انه اللي متصور انه الاهلي انه هو هيبقى اكبر من الاهلي لا لانه في فعلا مبادئ وقيم قد تهتز في بعض الفترات ونتيجه دخول بعض الشخصيات التي لا تقدر قيمة وتاريخ ومكانة النادي العظيم أحد المؤسسات الكبرى في مصر على الإطلاق وليس في كرة القدم فقط وبالتالي لما بيختل المعيار ده عند واحد أو اتنين لا يمثلوا دول لا يمثلوا الثوابت والقيمة بتاعت النادي في زمن في متغيرات كتيرة لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. أكيد. فكركم بالجملة تاني اللي كان الأستاذ أيمن بدر قالها النادي الأهلي علم الجميع إزاي يحافظ على أولاده وعلم ولاده إن الأهلي فوق الجميع. تمام كده؟ تمام. جملة حلوة أوي بصراحة أوي. صحيح. يعني لو ما كانش الأهلي فوق الجميع ما كانش صمد قدام الأمور والمتغيرات الكثيرة والحاجات الكثيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة حتى بالذات في يعني طيارات عنيفة بتحاول تسقط هذا الأمر مع وسائل ووسائط إعلامية كتير زي السوشيال ميديا والحاجات دي ومواقع وحاجات وكده لكن برضو بيبقى الأهلي ثابت وبتيجي وبيجي حد زي حسين الشحات يعلن انه اكبر من اي فلوس قيمه وحب النادي الاهلي في قلبه اكبر من اي فلوس فبتبقى اعاده تانية للثقه وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى ابن من ابناء النادي الاهلي محب لي وان شاء الله باذن الله تعالى التيارات اللي حاولت في الفترة الأخيرة دي كلها هتنكسر على جدران المبادئ والقيم والأخلاق. تمام. أرحب بالحاج عامر حسين. حاج عامر المرة الثالثة أهلا وسهلا بيك.
شكرا كابتن حميد، ازي حضرتك؟ تحياتي لايمن ليه برضه. اهلا يا حاج عامر، ازي حضرتك؟ الله يخليك كده. شفت الصوت؟ عشان انت كنت عايز تجيبه وانا مش موجود. قلت له انا قلت له لكن الحاج عامر مش هتكلم الا وانا موجود. كل سنه حضرتك طيب يا حاج عامر. انا بقيت بقول الساحر عامر حسين دلوقتي، ايه رايك؟ والله ربنا يستر ان شاء الله، يعني نحاول نعدي كل الارتباطات ديت والاجنده القضيه بتاعت الموسم الجاي اللي هي طبعا صعبه جدا، وان شاء الله نحاول نعدي الدنيا كلها تمشي بخير ان شاء الله يا رب. هتعمل ايه يا حاج عامر في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله يعني انا كنت طبعا استحضرت الانديه كلها ومجلس اداره الاتحاد في بدايه الموسم على كل الارتباطات اللي موجوده ديت، مش شرحتهم الموقف بالظبط اللي ممكن مش هستغرب يعني انا منها، لان انا عارفها من اول السنه وشرحتها وعرفت كان ان احنا نعمل الدوري مجموعتين او مجموعه واحده دور واحد، ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا على المربع والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط، انما الانديه كلها رفضت 18 نادي وقالوا احنا نلعب بالنظام بتاعنا، قلت لهم الدوري ممكن يوصل ل 12 13 شهر تمام، خاصة ان النادي الاهلي هو مكمل هو المصري من الموسم اللي فات، فممكن يدخلوا عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي عشان كمان كان مشارك في البطوله العربيه من 65 ل 70 مباراه خلال الموسم، وبالتالي الامور صعبه جدا. المنتخب عنده خمس ارتباطات اجنده دوليه، مباراه رسميه في كاس امم افريقيا تلعب اربعه فاضل المباراه تحت النايجر في شهر 3 18 ل 26/3. شرحت كل الكلام ده، وقت الانديه صممت على ان احنا نلعب بنفس النظام بتاعنا وان الدوري يطول مهما يطول لما نكمل بعد امم افريقيا، بشرط ان احنا ندي للانديه خمس لعيبه زياده. طبعا كان القيد قفل قبل يومين، قبل الاجتماع ده بيومين اللجنه الاولى، فاتفقوا على ان الخمس لعيبه زياده وفي يناير، وهو ده اللي تم مقابل ان احنا نضغط المباريات والانديه اللي بتلعب في افريقيا اللي بيلعب في ارض يلعب بعد ثلاث ايام قبل ما يسافر المباراه الثانيه، وده يمكن اللي خلاني ما احطش مباراه للزمالك في الفتره اللي هي شهر 2 لشهر 3 عشان في قرعه الكونفدراليه يوم 21 يناير ان شاء الله. تمام تمام. يعني حاج عامر بعد اذن حضرتك تقدر تقول المؤكد ان الدوري ان شاء الله مستمر؟ ان شاء الله مستمر طبعا، بشركات راعيه ومصالح انديه ودفع فلوس كتير في لعيبه، مش مستاهل زي زمان ايما بين احنا كان الغي الدوري الغي الدوري اوقف الدوري اوقف الدوري، زمان كان كتير الفلوس اللي بتدفع ديت في 30 ارتباطات ديت، ويمكن في 2011 لما حصلت المشاكل اللي احنا شفناها كلنا الكوره واقفه الاتحاد الدولي بعت الانديه ان هي ملتزمه انها تدفع، حصل خسائر كتير فعلا فعلا للاعيبه، فلازم الناس تفتكر الكلام دوت الايام دي ما يشتروش ان الموضوع ان الغي الغي، لا انا اريح واحد بالنسبه لي ان انا الغي يعني، لازم عمال افكر طول الليل وطول النهار عشان افكر يوم هنا ويوم هنا، وبعض الناس برضه ما بيعجبهاش وقالوا كلام ما ينفعش يتقال يعني، انما انا عارف الحقيقه كل واحد يعني كان بيضغط فين وبيبرر ايه للناس بتوعه، فارجو من المنظومه كلها الحقيقه تفتكر الايام الوحشه اللي احنا قابلناها ايام ما النشاط وقف، ويساعدوا كله على ان الموسم ينتهي بكل مشاكله وارتباطاته، لان الاتحاد الافريقي هو اللي اعلن ان الموسم ده استثنائي واحنا تابع الاتحاد الافريقي، فمش لازم تاكيد ما دام هو استثنائي بالنسبه للاتحاد الافريقي هيبقى استثنائي بالنسبه لنا، فطبيعي ان لما يتلعبوا كورسين في سنه واحده ابطال دوري وكونفدراليه والنادي الاهلي عنده البطوله العربيه، ومحدش يقول لي ان الاهلي طب الاهلي لعب ليه كل البطولات ديت، لا الناس كلها عارفه اللي بتقول الكلام دوت ان في حاجات انت بتبقى غصب عنك بتعملها، في حاجات بتبقى مصلحه عامه عن مصالح الانديه وبتدي لك تعليمات ان هي لازم تنفذها للمصلحه. بالظبط بالظبط، زي البطوله العربيه مثلا الناس اللي هي عامله مش واخده بالها الحقيقه وبتلوم الناس الاهلي اتدلع في المؤجلات بتاعته واحنا ريحنا الاهلي، كان ده كله مش مظبوط بالارقام، وحتى بعد ما اعلنت ان الاهلي لعب 27 مباراه في 110 يوم منهم 14 عربي وافريقي ومنهم سبع سفريات، لو حطوا وشالوا السفريات السبعه اربع ايام قبل المباراه واربع ايام بعدها هيبقى الاهلي لعب اقل من ثلاث ايام مباراه. بالظبط. الناس دي كلها حقيقه يعني عرض ان كله بقى يهدى شويه، لان الموضوع دوت
بدخلنا في مشاكل وبيشحن الجماهير بدون سبب ومدعي، والجمهور غلبان يعني. جمهور الانديه بيسمع الناس اللي هم منتمين للنادي بتاعه والناس اللي المفروض ان هم بيتكلموا في الاعلام، فبيوجهوا الناس غلط وبيشحنوا الناس، والناس بتصدقهم للاسف. طبعا عندهم حق يصدقوهم، لان هم ولا يعرفوا الاجنده ولا يعرفوا السلطات، لما بيتكلموا عارفين كل الكلام دوت. لما انا بتكلم بلغه الارقام وقلت الاجنده موجوده واطلعها على اي حد، واللي كان عنده حاجه افضل رغم المشاكل اللي هي قابلتنا، لو كان عنده حاجه افضل يحطها دلوقتي من بدايه الموسم افضل من اللي احنا عملناه عشان نوفر وقت، يا ريت حتى اعلم طبعا ان انا كنت غلطان يعني في الكلام ده. انت هتسمع كتير يا حاج عامر، طول ما الناس دي عايشه هتفضل تسمع كتير، فانت خليك ماشي زي ما حضرتك ماشي، واحنا عارفين كل الارتباطات اللي عملت. مش اسمع من الجمهور، الجمهور انا متعود على كده، لان كنت بلعب ما فيش مشكله تحت الجماهير، انما لما ناس مسؤوله او غير مسؤوله تطلع في اعلام تتكلم، هي دي اللي لازم يتحط لها حد. هو حضرتك يا حاج عامر مش في لجنه قيم في الاتحاد؟ وشايف ان هو عارف وبشرح له يطلع يقول كلام عكس الكلام دوت عشان يريح ناس ويزايد على جمهوره، برضه ما ينفعش لما لعيب قديم يبقى موجود ويقول لك الكلام دوت، وهو كان بيلعب على خمس يوم وسادس يوم، وكان بيقع على خمس يوم وسادس يوم، وبرضه ما ينفعش. انما الجمهور انا استحمل الجمهور، انما اللي في المنظومه وهم بيغلطوا بفعل فاعل وبيقولوا كلام غلط بفعل فاعل وهم عارفين وهم بيقولوا غلط، هم دول مش مظبوط. طب هو حضرتك يا حاج عامر بعد اذنك، المنظومه كلها هتتضرب. حاج عامر بعد اذن حضرتك، سامعني يا حاج عامر؟ انا ايمن بدر. معاك استاذ بدر. هو حضرتك ليه لما بيحصل حاجه من مسؤول بيحاول يثير الراي العام ويعني يضرب في صلب عمل لجنه مهمه او صلب عمل الاتحاد، فين لجنه القيم؟ ليه حضرتك ما بترفعش الامر ده لمجلس إدارة الاتحاد وبتقول لهم والله إن أنا بأواجه مشكلة، والمشكلة دي هتأثر على سير المسابقة وقد تتسبب في مشاكل ومصادمات في المدرجات، فيجب إن لجنة القيم هنا تتدخل، ويجب إن مجلس إدارة الاتحاد يتدخل إعلاميا وقانونيا وبكل الوسائل؟ ليه ما بيحصلش الكلام ده يا حاج؟ ما يحصلش ان مجلس الاداره، ما هو سامع وعارف وكلهم في الاتحاد وعارفين وهم في المجال وعارفين. طب هم بيثيروا السلامه يعني ولا بيفضلوا يعني عدم الصدام؟ ما اعرفش خلفيات الموضوع يعني، انا برضه مش عايز يعني اصدر مشاكل، انا ما اعرفش خلفيه في مجلس الاداره عايز يتدخل، مش عايز يتدخل، عايز يخش في مواضيعات مش عايز يخش في مواضيعات، انما انا بعلم زي ما هم بيعلنوا للراي العام كلام مش مظبوط، انا بطلع بوضح وبرد على كل الناس بارقام. صحيح. الارقام واضحه وجبت امثله في مواسم قبل كده، كان نادي الزمالك نفس الوضع. وحضرتك بتزعل ليه يا حاج عامر؟ حضرتك بتزعل ليه اصلا؟ انا بقول لهم حتى جيبوا مقارنه بانه حاجه حصلت مع نادي الزمالك وحاجه حصلت مع النادي الاهلي، لو لقيتوا فرق، لو لقيتوا مره لعبنا المقدمات بالترتيب ابقى انا غلطان، لو لقيتوا حد لعب اقل من ثلاث ايام يبقى انا غلطان يعني. يا حاج عامر كلها اتفضل. انت بتزعل ليه بس قول لي؟ يعني ازعل ازعل بجد لما تحس ان المسؤول مسؤول فعلا وليس اسما. انا بقول لحضرتك انا بزعل على المشاحنات اللي بيعملوها الجمهور بينه وبين بعض. مفيش، احنا خلاص احنا كاهلي والجماهير الاهلاويه بقت متفهمه وعارفه كل اللي بيحصل حواليها، وعارفه الحاج عامر حسين قد ايه هو مضغوط، وعارفه ان الكلام اللي بيتقال اي كلام في اي كلام وخلاص. بالنسبه لي انا، لان حضرتك عارف ان انا اصلا يعني انا قاعد عشان الكابتن هاني ضغط عليا عشان اقعد، انما انا اصلا انا زعلان لان انا في منظومه الكوره من عند 14 سنه 13 سنه وشايف الناس في الشارع فاهمه الكلام غلط وماشي بسمع الناس، والناس بتغلب بعض والناس قلبها محروق على كل واحد على فرقته لانه بيجيله معلومات غلط. الكلام ده كله ضرر للناس، ضرر للجمهور ويشحن الناس، انما انا متعود على كده من ايام ما كنت بلعب وعارف كل واحد بيعمل ومصلحته ايه، وعارف دوت بيقول كده علشان عايز مصلحه ايه بعدها، انا فاهم الخريطه كلها. لان انا مش جديد على المنظومه بتاعت الكوره. انا بتكلم عن الغلابه ديت اللي احنا وصلنا قبل كده لمشاكل كتير في المدرجات. وبدانا المشاكل وشفنا قبل كده في المباراه الاخيره بتاعت الاتحاد والزمالك. كراسي بقت تتحدث دلوقتي وتتكسر، يعني رجعنا تاني والناس تقول لك عايزين ندخل جمهور. دخل الجمهور ازاي؟ واحنا 5000 متفرج بيعملوا مشاكل، احنا نسينا اللي فات. فلازم يبقى في وقفه عشان الناس تفتكر كل شويه
ان المشاكل ديت وراها هيبقى في كوارث. فلازم انا اقول للناس الكلام دوت، انما انا بنقول انا لا انا مش زعلان، انا زعلان على الناس اللي بتهب حاجه ماشيه وبنحاول نرجعها زي ما كانت، والناس انبسطت والناس تستمتع بالكوره، الدوري بقى قوي، في مباراه قويه، فبدل ما نوجه الناس تستمتع بالكوره ونخلي اللعيبه تستمتع بالكوره، لا الاجهزه تبرر للعيبه الاخفاق بتاعها، وبعدين مجلس الاداره يوم مصدر للجمهور لو في اخفاق في اي مباراه، فكل واحد يصدر للثاني المشكله الاصل، المشكله تروح للجماهير اللي هي عصب المنظومه كلها. حاج عامر، الناس عارفه حضرتك مين كويس، والناس يعني زي ما بدر لسه يعني بيتكلم عليك ازاي، والناس في الوسط الرياضي عارفين مين الحاج عامر. ربنا معاك وان شاء الله تنظموا البطوله الافريقيه على احسن ما يكون، وان شاء الله تلم برضو موضوع الدوري. بصراحه حمل تقيل يا ايمن. انا بس عايز اقول الله نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله كابتن حميد، واهم حاجه البطوله بتاعت الامم الافريقيه ديت، الفرحه اللي الناس عاشتها امبارح بالامم الافريقيه وتنظيمها والكابتن محمد صلاح، اكيد فرحتين كانوا فيهم واحد، اكيد الحقيقه كانت حاجه جميله جدا، ونتمنى طبعا 24 دوله لاول مره هيتنظم بطوله ب 24 دوله. انما الكابتن هاني الحقيقه انا بما عنده ثقه فيه عمياء، لان انا اتدربت من 2006 و2009 في كل البطولات اللي فاتت، عنده القدره في حته التنظيم ديت، بيحط كل واحد في المكان المناسب وبيقدر يسيطر على المجموعه كلها، ان احنا نطلع في افضل حال يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا حاج عامر، قبل بس ما تخرج من المداخله. هو معانا حاج عامر لسه معانا؟ معانا معايا. يعني حضرتك ما تلتفتش لمصالح ضيقه، يعني انت بتشتغل للصالح العام، والصالح العام في النهايه هيثبت وهيؤكد انك انت كنت بتشتغل للصالح العام، لانه اصحاب المصالح الضيقه او اللي بيحاولوا يصنعوا لنفسهم بطوله من خلال تصريحات يعني يثيروا بيها الجماهير، مسيرهم هينكشفوا، لان الجمهور في النهايه واعي، وفي الجمهور في النهايه ممكن بيبقى حساس وبيحب ناديه، لكن في النهايه الحق هو اللي بيبقى باقي. فاللي ثبتك ووفقك في الفترات اللي فاتت دي كلها في ظل يعني دوري كان في ظروف عصيبه وارهاب وما الى ذلك، والحمد لله انت يعني مع زملائك عبرت بالمرحله الصعبه دي، ان شاء الله المرحله اللي جايه دي هتبقى مرحله لتثبيت الدوري بقى من السنه اللي جايه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، وطبعا اقول للناس كلها ان الموسم ده موسم استثنائي، الموسم اللي جاي حضرتك هنبقى زينا زي العالم كله، الموسم بيبدا من شهر 8 وينتهي شهر 5، الاتحاد الافريقي عمل كل الامور الاستثنائيه ديت عشان نرجع للطبيعه تاني بتاعت الكوره في العالم كله. الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى زي اللي فات اللي احنا خلصنا فيه شهر 5 قبل كاس العالم، فالناس تستحمل بس الفتره ديت ولغايه ما نعدي الامور على خير ان شاء الله. ان شاء الله. حاج عامر حسين بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك ان شاء الله في الفتره الصعبه المقبله. شكرا جدا. هو طبعا يعني عنده حق، لان انا يعني مصالح ضيقه جدا بكلمه. لا يعني مصالح محدوده الرؤيه. في ناس بتبقى بتبص لزاويتها هي بس، هي هتعمل هتاثر في الناس ازاي في الوقت اللي بتنسى فيه انها بتغامر او بتلعب بمشاعر ناس وشباب متحمسين ومحبين لناديهم، لكن في النهايه الامور دي كلها بتكشف. فمعلش خليه يشتغل، يعني يشتغل، وان شاء الله باذن الله تعالى مفيش حد ما بيغلطش وهو بيشتغل، كل واحد بيشتغل بيبقى عنده نسبه اخطاء، مفيش حد فينا ملاك، لكن في النهايه الخطا ده عن قصد ولا عن غير قصد؟ بالظبط. اللي عن قصد ده في تعمد وسوء نيه، انما اللي عن غير قصد ده يعني بيتم تداركه اكيد ما دام الانسان مخلص لهذا الامر. اكيد. انا بس كنت عايز اقول لك ان هو اتكلم على يعني لمح الى 2012 2011 الى 2012 أوكي. 2011 دي ماساه طبعا 25 يناير والكلام ده خليه على جنب. بنتكلم عن توابع دي توابع، ما هو من توابع ال 25 يناير اللي حصل لينا ولشباب مصر والجمهور النادي الاهلي في اول فبراير 2012.
فطبعا كانت كارثة إنسانية، كارثة كبيرة جدا، لازلنا بنتجرع ألمها وبيدمي قلوبنا وبتدمي قلوبنا كلما نتذكرها. وعلشان كده إنه بعد ما مصر استعادت الحمد لله استقرارها وأمنها وأمانها ومكانتها الكروية، أنا متهيألي بقى مع كأس الأمم الأفريقية 2019 لازم يكون في تيكت ودور معين لأسر شهداء استاد بورسعيد. لازم دول من الناس اللي يكونوا موجودين وحاضرين ويقدموا نموذج، لأن هم قدموا تضحية كبيرة جدا جدا محدش يقدر يقدمها في ملعب لكرة القدم. جميل. ده أنا يعني بتمنى أنه الأخ العزيز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأخ العزيز مهندس هاني بوريدة واللجنة المنظمة تضع في الاعتبار أنه ده يكون شيء من التذكير بأنه يكون شيء من التذكير بأنه في شباب ضحى علشان كرة القدم وفي حب كرة القدم، وتأثرت ملاعب كرة القدم وتأثرت الكرة المصرية، وبالتالي عودة الكرة المصرية وعودة أفريقيا. احنا جت فترة كابتن ميدو والسادة المشاهدين عارفين منتخب بنين كان بيرفض يجي يلعب في مصر. بالظبط. يعني مع احترامنا طبعا لبنين كدولة. بالزبط. منتخب بنين رافض يجي يلعب في مصر مع منتخب مصر اللي هو قبل 25 يناير كان المصنف رقم 10 في الرانك بتاع الفيفا في تصنيف الفيفا، وكنا بنلعب منتخب انجلترا في استاد ويمبلي، واخد بال حضرتك؟ فكل التأثيرات دي طبعا ده إلى جانب وفي المقدمة أسر شهداء الجيش والشرطة العظام اللي لولاهم ما كان مصر خدت 16 صوت في التصويت، لأنه الحمد لله بفضل الله رغم كل المحاولات الإجرامية التآمرية على إثارة البلبلة والفزع للشعب المصري الصامت الثابت اللي وقف ضد مخطط الصهيونية العالمية للنيل من هذه الدولة، وشهداءنا الأبطال من الجيش والشرطة يجب أن أسرهم أيضا تكون من المكرمين، لأنه لولاهم ما كان الاستقرار والأمن والأمان، مكرمين في حضور هذه المباريات. وطبعا من المدنيين شهداء العريش، المسجد اللي كان الحقيقة من أول ما فعله مجلس الكابتن محمود الخطيب في مباراة رسالة سلام الأهلي وأتلتيكو، أن هم استقبلوا مجموعة من أسر شهداء مسجد العريش وأبنائهم الأبطال، وكانوا حضروا ماتش الأهلي وأتلتيكو. فإن شاء الله بإذن الله على هذا النهج يجب أن احنا نشتغل علشان دي كرنفال واحتفال العالم كله بيشوفه وبيشوف قد إيه تقدير الدولة المصرية للجماهير. واكيد شهداء الدفاع الجوي طبعا. طبعا طبعا كل شهداء انا بكلم طبعا على كل شهداء الكره المصريه. كل يعني ابطال، هو طبعا ما اسموش الدفاع الجوي، كان مباراه الزمالك وانبي. مباراه الزمالك وانبي اللي راح فيها 22 ابن من ابناء مصر، برضو دول لازم يكون ليهم مكانتهم ويكون لاسرهم التكريم اللائق والتواجد. ان شاء الله يدوهم بطاقه دخول مجانيه للمباريات تقديرا ليهم وتقديرا لأسر شهدائنا من أبطال الجيش والشرطة، لأن زي ما قلت لحضرتك مرة تانية وتالتة أنه دول أصحاب الفضل. أكيد. على بلدنا بعد ربنا. وطبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى وجيشنا العظيم والشرطة اللي بتدافع عننا ضد الإرهابيين في سيناء وفي غيرها، ويمكن اخرهم الرائد مصطفى عبيد رحمه الله عليه، الله يرحمه، اللي فدى اسر كتيره جدا جدا وهو بيفكك القنابل اللي زرعها الخونه المجرمين اعداء الدين واعداء الانسانيه. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. هتعرف نطلع؟ نطلع. طلعنا فاصل بقى. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الاستاذ ايمن بدره، نتكلم اكيد بعد الفاصل عن موضوع إصابات النادي الأهلي ورأيه، أكيد رأيه مهم جدا في موضوع هذه الإصابات. فاصل ونرجع مع حضرتك على طول.
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورنا الاستاذ ايمن بدره. بنتكلم عن كل تساؤلاتكم وكل الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره في الشارع الرياضي المصري والعربي كمان. الاصابات موضوع بصراحه يا استاذ ايمن لازم برضو اخد وجهه نظرك فيه. الموضوع زاد قوي ملوش مبررات. تيجي تحط ايدك على سبب بيطلع لك حاجه تانية خالص. امبارح جيرالدو محمد محمود حاجات غريبه جدا. خلينا نبعد عن محمد محمود شويه دلوقتي. لا هو ده محمد محمود الاصابات ده محمد محمود اللي اكد انه في ازمه كبيره لازم يبقى فيها تدخل حاسم. اوكي. لانه تقدير طبي خطا والسماح للاعب بالاستمرار او بانه يلعب وهو بيعاني من اصابه فتؤدي الى تفاقم فتؤدي الى خسائر. يبقى المساله هنا لازم يعني خلاص الموضوع لم يعد في يعني انه ده مشكله بسيطه وكذا. لا احنا عندنا كم من الاصابات بنشهدها في هذه الفتره غير مسبوقه. وبعدين بقى تابع بقى بعض التلميحات على انه اصل ده امور غير طبيه وغير متعلقه بالاحمال وكذا. امال ايه بقى؟ هنرجع تاني نتكلم في امور غيبيه. انا بدات أو في أنا, أمور انا بصراحه بدات اصدق. لا ما هو تصدق في ايه؟ انا بدات اصدق بصراحه. انت تصدق في ايه؟ يعني يا محمد يعني هو انت بتتكلم على محمد محمود حدانا وزمان عشان انا قلت لحضرتك يعني بلاش لان انا اتكلمت عليه في الاول واتكلمت ان كان فيه فعلا تقصير. دي اول حاله كنت فعلا ادين فيها حد. لكن قبل كده لما تيجي تشوف الاصابات يا استاذ ايمن لا هي دي حاله كاشفه لسلسله من الحاجات اللي احنا ما عندناش عنها معلومات. انما ده لاعب لسه جاي جديد. اوكي. ومكشوف هو المفروض انه خاضع للفحص الطبي الشامل والتاكيد واتعرف ان هو اشتكى من حاجه معينه. الشكوى دي تعني ان في جرس انذار تعني للانسان الفاهم المالك لادواته انه يقول لا ده ما ينفعش يكمل. يبقى لازم يبقى فيه توقف. يبقى في قرار طبي بالتوقف لما يحصل. غير كده والاصابه تتفاقم لا ده هنا يعني الكلام ده عندهم قصد وتكراره حتى ولو عندهم قصد يعني انه الناس دي مش قد المكانه. طب جيرالدو جيرالدو برضه حاجه من غير سبب. يعني جيرالدو لا يتمرن مع الفريق فتره اساسا يعني نقول ان هو في اجهاد عضلي ولا كان مصاب والدكتور شخصه. انا هاجي مع حضرتك ولا كان مصاب والدكتور شخصه وقال مثلا يرجع بعد كذا ونزله قبلها بفتره. يعني عايزين نوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان في انا مش عايز اوصل لحاجه. انا عايز اعرف في ايه لان انا بدات اشك ان في حد عامل لنا حاجه والله العظيم. يعني عاملين انا بدات اتجنن يعني خلي بالك. لا يعني ما انا كميه اصابات كتير زي ما حضرتك قلت. اوكي. واسبابها يعني احمد فتحي قعد مثلا شهر. الدكتور ايه دوره ايمن؟ بيشوف الاصابه بيشخصها بره بناء على اشعه. هي امبارح اول حاجه في الملعب زي ما حضرتك قلت اول حاجه في الملعب ان هو لقى انزل. طبعا دي كانت حاجه ما ينفعش خالص. لكن قبل كده انا طلعت مصاب مثلا بجزء في شد في الخلفيه او قطع في الخلفيه بيبان من اشعه. دكتور بيقول اشعه بتقول كذا 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 هاخد عليها شهر او شهرين وبعد كده بسلمه العضله بقت سليمه خد اتفضلوا بقى اهدوها. مين اللي قال بقى ان العضله كانت سليمه؟ دكتور. مين الدكتور؟ طيب هو اللي بيقول العضله بقت سليمه وانزلوا بقى ايه اهلوها عشان تستحمل الضغط التدريبات والمباريات. مش ده اللي بيحصل؟ صحيح. طيب هل العضله ما بتبقاش سليمه وبتنزل تاخد شغل بتقطع تاني؟ ما احنا شفنا اهو في محمد محمود. احنا شفنا اهو محمد محمود. وبعدين انت بتاهل ازاي وانت بتجهز ازاي وانت بتعمل ازاي؟ يعني هي المساله اصلها منظومة متكاملة. منظومة متكاملة. المنظومة دي يجب أنها تخضع للتقييم الدقيق علشان نكون صرحاء. لأنه أنت النهاردة في مرحلة ما فيهاش هزار. تمام. المرحلة اللي ما فيهاش هزار دي أنك بتنافس على بطولات، أنك بتحاول تستعيد المنافسة على الدوري، أنك أنت عندك صفقات، عندك لاعبين، عندك مدير فني جديد لازم يمتلك كل اللاعبين وكل عناصر اللي معاه عشان يقدر يظهر. ولاعيبة مؤثرة وفلوس كتير. طبعًا طبعًا. فبالتالي أي خلل في المنظومة دي لازم يكون علاجه لا شكرًا اطلع من
دائرة العمل دي عشان يدخل ترس تاني يدخل في دائرة العمل يقدر يمشي عجلة الإدارة وعجلة التدريب وعجلة الجهاز الطبي بالشكل المنتظم اللي فيه تناغم وتجانس، ما يكونش فيه حاجة بتعطل في النص. وبالتالي أنا بتمنى أنه يكون في إعادة تقييم. أنا مش بقول أن الناس اللي موجودة ما تصلحش أو تصلح، لأن أنا دكتور وأنا بتاع علم بتاع تأهيل بدني. أنا بتكلم على معطيات قدامي كراجل ناقد رياضي بشوف في هنا حاجة مشكلة. الناس المسؤولة دي لازم تطلع تقول لنا إيه المشكلة، إيه السبب، إيه السبب، بعيدا بقى عن أنه الموضوع ملوش علاقة بالبدنيات وبالفنيات وبالحاجات الطبية، لأن إحنا كده بنحاول نشيع أفكار والناس تبدأ تعتمد على التواكل وتعتمد على أمور غيبية وتعتمد على حاجات. وإلا بقى زي ما بقول بقى، كان يعني حتى عجبني زميلنا العزيز الشاب كريم سعيد كان في كلام في الميديا من شوية مع الأستاذة شيمة، وقال بقى كانت بقى طبعا أجهزة المخابرات بقى استخدمت العفاريت والجن والحاجات دي في هزيمة الدول وفي الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى بيحمي الإنسان من الحسد اللي هو مذكور في القرآن بالقرآن، تمام، ولن يضر إنسان إلا بإذن الله، تمام. فأنت وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الوسائل المحصنات اللي تحصن الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يحمينا من شر حاسد إذا حسد كما جاء في القرآن. طب ملاعبتنا عملوا كده زي ما بالأذكار وبالدعاء بالزبط. وبالقرآن طبعا بالزبط. الحصن الحصين بالزبط. واخد بال حضرتك، إنما بقى نقعد نقول أصل معرفش شمهورش إيه وعمل إيه وهو كل الناس، يعني خلينا بقى نكلمها مش شمهورش من الحاجات دي مذكورة في القرآن. معلش نتكلم بقى نتكلم بالبتاع، يعني هو كل اللعيبة نجمها خفيف زي ما بيقولوا، يعني بقى كل لعيبة هتتأثر، يعني كل لعيبة كده فجأة كده تتأثر النهاردة. حتى وليد سليمان عامل ركبته وعامل راسه وعامل كل حاجة وعامل كل حاجة، كل الناس كل لعيبة كل الدنيا، بس مفيش ما يمنع ان هم يتحصنوا زي ما حضرتك بتقول. لا طبعا ما احنا هو في حد مش مأمور بأن هو يقرأ القرآن؟ بس اقرأ القرآن، يعني اقرأ سورة البقرة فإنها لا يقربها البطرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طب احنا عايزين نوصل كده المعلومات دي، خلي بالك. أيوة ما احنا بنقول إنه تحصنوا بالقرآن، احنا مش هنروح نفك في شبرمنت أعمال، يعني تحصنوا بالقرآن، لكن برضو لازم نعمل شغلنا، لازم نعرف الإعداد البدني إزاي، التأهيل إزاي، العلاج الطبي إزاي، نراجع أمورنا الأول واخد بال حضرتك، وبقى نأخذ بالأسباب واخد بال حضرتك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل، تمام، واخد بال حضرتك، مش سيبها وقول لا والله أصل ده مرفوض جدا، جمايكا ومعرفش مين وكلام من ده، ونشيع عند الناس أمر التواكل على حاجات زي دي. ربنا سبحانه وتعالى طبعا يحفظنا ويحصننا من شرور الإنس والجن، ولكن زي ما بنقول انت بتشتغل على نفسك بكل الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك، واحنا ديننا وقراننا بيامرنا في اول حاجه يقول لك اقرا. اقرا يعني ايه؟ يعني اتعلم وادرس وشوف واخد بال حضرتك. ما يعني اول كلام نزل على سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اقرا. اقرا يعني اتعلم، يعني اعرف، يعني يكون بوسائل العلم المتاحه ليك. طب خليني اسال حضرتك سؤال. اتفضل. عشان يعني نحسم موضوع الجدل الجهاز الطبي. يعني دلوقتي انا بتصاب. انت حاسس انك الدكتور احمد عبد العزيز قاعد معاك؟ ما انا امال ايه؟ لازم نوصل للناس المعلومه صحيحه زي ما حضرتك بتوصل معلومه. انا دلوقتي لسه اول اصابه ليا. هو كم مره حصل اصابه ورجعت تاني؟ كتير. لا قول لي. كتير، ما احنا بنقول على احمد فتحي. تمام، احمد فتحي ادي نموذج اهو. تمام، ادي نموذج. بس احمد فتحي من الاساس اتصاب. ايوه ماشي، اتصاب، وهنقول ان هو اي لعيب معرض للاصابه. حلو. طيب في لعيبه اتصابت ولسه ما رجعتش. اجاي ما رجعش. طيب ماشي، تمام، ما رجعش ليه؟ انا بتكلم في سبب الاصابه. خلينا الاول ناخد سبب الاصابه. ما هو سبب تعددت الاسباب والاصابه واحد. انما انت النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. أنا ليا واحد صديقي في الإمارات منظم معسكر لمنتخب الهند، تمام، اللي بيشارك حاليا في كأس الأمم الآسيوية. تمام. كأس الأمم الآسيوية بتتعمل في أبوظبي،
فصديقي ده عنده شركة بتنظم معسكرات وبتعمل مباريات وحاجات كده، فكان منظم معسكر المنتخب الهندي. المنتخب الهندي عنده جهاز طبي، جهاز طبي بيعمل قياسات يومية لكل اللاعبين اللي موجودين في الفريق، لعضلاتهم محتاجة ايه، أملاح محتاجة ايه، مغنيسيوم محتاجة ايه، محتاجة ايه، إعداد بدني. مش كل اللعيبة بتنزل تتمرن زي بعض، تمام. عضلات سيادتك مش زي عضلات دي حقيقة. كذا كل واحد فيهم بيتعمل له البرنامج الإعداد بتاعه. عارف الجهاز ده سنتين تقريبا مفيش إصابة في منتخب الهند. دي حقيقة. سنتين مفيش إصابة في منتخب الهند. ما نجيب الجهاز. ده مش جهاز. دي وسائل، مش جهاز يعني، مش جهاز طب يعني، مش آلة. مش آلة. لا، ده مجموعة من العلماء أو من الأطباء وبتوع الإعداد البدني والتغذية، واخد بال حضرتك، والتأهيل ودكاترة العظام. الفريق ده 4 تنفار أو 5 أفراد معاهم الالتراسونيك بقى، ومعاهم نجيب الجهاز برضه وبتاع وكلام من ده. ماشي، ما انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لحضرتك. وعلى فكره صديقي ده اسمه شريف فاروق السيد، والده الدكتور فاروق السيد ده راجل طبعاً يعني فاروق السيد معروف طبعاً. وشريف ده اهلاوي يعني رهيب جدا، لدرجه ان هو في الانتخابات اللي فاتت دي نزل من الامارات مخصوص عشان ينتخب الكابتن محمود الخطيب، وواحد من محبي النادي الاهلي، وكان من اول الناس اللي اسست موقع اهلي دوت كوم مع مجموعه من الشباب، طبعا منهم دكتور عادل كريم ومنهم اسماء كتيره جدا ومعروف شريف. فممكن الناس تتصل بيه، كابتن سيد عبد الحفيظ يكلمه وياخدوا تجربه الهند، ومفيش مانع ان احنا نشوف القصه دي. بس اللعيبه في الهند اصلا الهنود بيتصابوا اصلا زي ما ليه بنشوفهم في مثلا بيجيبوا فيلا مثلا يعني الافلام بيموتوا 90 مره ده بيضرب رصاصه بياخدها في بقه وبعدين يرجع يضرب بيها تاني. انت بتتكلم على باتشان والحاجات دي؟ لا، دول مش هم اللي بيطلعوا في الافلام. طب الدكتور لما بياخد الاصابه وبعدين بيعالجها وبعدين بيعمل لها اشعه تاني عشان يقول العضله سليمه، يعني هو ما بيفتيش في حاجه ولا في حاجه تانيه؟ ما هو انا برضو مش عايز ادخل في حاجه متخصصه، مش عايز اكون زي اي حد من الخبراء اللي بيطلعوا يتكلموا في الطاقه النوويه والذريه والملوخيه وغلاء البطاطس واصابات الملاعب والخطط الاستراتيجيه، واقعد افتي في كل حاجه. الموضوع الطبي انا بتكلم دلوقتي على واقعه حصلت. تمام. لاعب جاي اشتكى من حاجه معينه، قال له لا شكرا، كمل اتصاب. يبقى الموضوع هنا في خطأ. انت حضرتك رحت لدكتور قلت له انا جنبي بيوجعني، الدكتور ده قال لك لا والله ده انت واخد برد، طلع والعياذ بالله حاجه تانية، كملت على انه برد تفاقمت الاصابه. يبقى اذا التشخيص خطا. تقول لي بقى حضرتك الاشعه اي حاجه، دي مش ده، ده مش كلامي، ده حضرتك نقدر يعني هنا زملائنا الاعزاء رؤساء التحرير هنا في البرنامج دول يقدروا يشوفوا مجموعه من الاطباء، والنادي الاهلي غني بالاطباء اللي كانوا موجودين واللي لازالوا موجودين، والنادي الاهلي غني بابنائه، يقدروا ييجوا يعملوا ورشه عمل او يعملوا ندوه، او النادي الاهلي يستدعيهم في جلسه للتشاور. ايه الحاله اللي احنا فيها دي؟ اكيد الاهلي مش سافر. خلينا نقول انا بقول لك اكيد، بس انا خلينا نفكر، ما احنا هو يعني ما هو الاهلي ده كل الناس محبي النادي الاهلي ده، واحنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي. تمام. لازم نقول برضو ان دول لعيبه ثروه للمنتخب الوطني، المنتخب محتاج اللعيبه دول، واحنا خلاص داخلين على ارتباطات مهمه. فاحنا ووجود النادي الاهلي كمنافس بيسري المنافسه حتى لصالح المنافسين بتوعه، صح، كل حاجه، صالح الزمالك بصفه خاصه. فخلينا نقول انه النادي الاهلي يشكل لجنه زي ما احنا مشكلين كده، او زي ما في تشكيل لجنه من مجلس الاداره علشان يشوف حقوقه في عقد عبد الله السعيد وكذا، يبقى في لجنه طبيه تيجي تدي المشوره للجهاز الطبي والجهاز الفني. مفيش مانع، يعني مفيش مانع، اصل احنا مش هنكبر على العلم، او وساعه ما النادي الاهلي يحتاج ابنائه هيبقوا موجودين، واخد بال حضرتك. أكيد. فخلينا نقول في هذا الاتجاه نبحث ونشوف الاطباء، انما انا مش هقدر يعني اكون يعني ماشي. اقوم بدور الدكتور في الموضوع ماشي. ده ماشي. انما في النهاية في خلل معين لابد أن يعالج، ويعالج بمنتهى السرعة. ماشي.
عايزين نتكلم على المشوار الاهلي في البطوله الافريقيه ان شاء الله الماتش الجاي في ذا كلوب، وعايزين نتكلم عن تنظيم كاس الامم الافريقيه. بص انا عايز اقول لك انه هقول حاجه يعني معلوماتي الشخصيه، ويمكن انا يعني على تواصل مع انه من اقوى المرشحين لان يكون مدير بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، واحد من ابناء النادي الاهلي المعروفين اللي ليهم علاقات بالفيفا، وانه ان شاء الله باذن الله تعالى اذا يعني طبعا هو مش هيغفل او مش هيرفض التكليف اذا جاله، لانه ده تكليف دوله في مهمه. مين؟ واحد ينتمي الى اسره اهلاويه عريقه ووالده كان رئيس النادي الاهلي. انت ما تقول لنا مين؟ مش هقول واحد مسؤول في النادي دلوقتي ووالده كان رئيس النادي الاهلي. فا ان شاء الله صعبه كده ان شاء الله باذن الله تعالى يقبل. انا عايزك تقول لحضرتك يقبل هذا الامر لانه ده مجرد ترشيح لسه، بس برضه مجرد ترشيح وترشيح ما انا عارف والله العظيم انا عايز زي ما هو اللي يقول ترشيح قوي جدا. ما خليها طب نعملها سؤال سؤال الحلقه. تمام. ما عندك تيشرتات تعمل عليها؟ انا عندي على طول. انا الجماهير قول لي على طول. طبعا حبايب طبعا وحبايبنا طبعا. زي ما كنا بنتكلم في تنظيم كاس الامم الافريقيه من شويه، وقلنا انه طبعا مصر نجحت في 2006، نجحت في 2009، وكان مدير البطوله المهندس خالد عبد العزيز. بنحييه طبعا، راجل اجتهد في تنظيم البطوله، تنظيم البطولتين الحقيقه. ك 2006 كاس امم افريقيا و2009 ولا زالت علامه مميزه في تاريخ الرياضه في مصر. بطوله 2006 بطوله 2009 كاس عالم. لكن خلينا نقول انه المهمه دي اللي الدوله تصدت ليها كاس امم افريقيا 2019 في هذا التوقيت هي برضو علامة فارقة في تاريخ الكرة الإفريقية وتاريخ الكرة المصرية، لأنه الوقت ضيق جدا على تنظيم بطولة لأي دولة. أنت في أقل من 6 شهور محتاج، أو 5 شهور ونص محتاج أنك أنت تستضيف 24 فريق لأول مرة. كأس الأمم الأفريقية كانت لحد الدورة الماضية 16 فريق فقط. بالزبط. انت هتضيف 8 فرق زيادة كتير، بكل جماهيرهم، بكل استعداداتهم، بملاعب التدريب اللي محتاجينها، بالمستشفيات اللي عايزينها، بالطرق اللي هيمشوا عليها، بجماهيرهم، بانتقالاتهم، بتأمينهم، بكل هذه الأمور، فبالجولات السياحية اللي هيعملوها، بالتيكتنج اللي هياخدوه، بثقافتهم، بكل مسؤولينهم اللي هيجوا، في رؤساء دول المفروض ان هم بيجوا. فده عبء لا تتحمله الا مصر. ويعني انا قلت امبارح، واسمح لي ان انا للساده المشاهدين الكرام وهم اعلم مني واكثر وطنيه ومحبه لمصر، لما بتكون في محطه فارقه للكره الافريقيه بتكون مصر موجوده، او لافريقيا بصفه عامه. سنه 57 مصريين تصدوا لتأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكان ساعتها المهندس عبد العزيز عبد الله سالم كان وزير الزراعة في مصر في ذلك الوقت، وراح للفيفا وقال لهم احنا عايزين نأسس الاتحاد الإفريقي. فسخروا منه، قالوا له تأسس الاتحاد الإفريقي على 3 دول أو 4 دول، كن مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا. فقال لهم احنا دلوقتي 3 دول، بكرة هنبقى 30. وكان الفريق عبد العزيز مصطفى اللي وصل لمنصب نائب رئيس الفيفا بعد كده معاه وسنده، وحصلنا على حق تأسيس الاتحاد الأفريقي. ثم اتنظمت أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية عام 57 في أثيوبيا، وبعدين مصر استضافت بطولة عام 59، وكان هداف البطولة دي الكابتن محمود الجوهري. وبعد كده مشيت البطولة، خدت رونقها، وهي دلوقتي تقريبا البطولة أو مؤكد البطولة الثالثة كرويا على مستوى الكرة الأرضية من حيث الأهمية والجماهيرية وعدد النجوم المحترفين اللي بيشاركوا فيها والزخم الإعلامي. وبالتالي
انت بتتكلم على حدث رياضي كبير وتحدي كبير قوي كمان وتحدي كبير خاصه وانه انت دخلت قدام جنوب افريقيا اللي كانت منافس ليك في 2010 وظهر فيما بعد انه هذا الملف كان فيه من الكوربشن من الفساد الكثير والدليل ان كل او مش كل عشان في ناس معظم اعضاء الفيفا ادينوا واللي منهم اللي اتسجن وعلى راسهم طبعا جوزيف بلاتر واسماعيل بامجي وجاك وارنر وحتى بلاتيني كل دول ثبت ان هم يعني كانوا مولعين الدنيا طبعا ما ظهرش الا لما اعطوا الملف للدولة الراعية للإرهاب قطر بتاع 2022 فبدأت الأمور والملفات تتفتح كلها وثبت بالدليل القاطع أن مصر رفضت أنها تدفع رشوة علشان تاخد أصوات في هذا الملف وعلى يدنا أنا كنت حاضر لما جه اللي هو حرب الدهشوري والمهندس هاني أبو ريدة الإمارات علشان يلتقوا بجاك وارنر كان نائب رئيس الفيفا وقتها في أبو ظبي وكان المشرف من الفيفا على كأس العالم للشباب في الإمارات في 2003 وطلب 5 مليون دولار علشان يدي أصوات لمصر و ده كلام كبير وكلام جميل يعني انا اتقلب لكده يعني وانا كنت شاهد عليه واللي هو حرب ربنا يديله الصحه والسعاده موجود والدكتور علي الدين هلال كان وزير للشباب في ذلك الوقت وهو موجود والرئيس مبارك رفض هذا الامر وكان الضمان اللي قاله جاك وارنر انه انا هديكوا 5 أصوات في مقابل 5 مليون دولار صدمة مليون يعني وكلمة شرف فرد الدكتور علي الدين هلال طبعا بعد ما عرض الموضوع قال لك ازاي ناخد كلمة شرف من واحد ما عندوش شرف وتم رفض هذا الأمر مطلقا وعشان كده يمكن بعض الدول يعني عرفت انه الأمر محسوم فالنهاردة جنوب أفريقيا مع احترامنا وتقديرنا ليها كانت من الدول اللي دخلت في مقاطعة مع مصر بعد ثورة 30 يونيو مصر كان متجمد عضويتها في الاتحاد الإفريقي السياسي بدعوى أن مصر بدعوى وهمية ويعني في المؤامرة الصهيونية أن كان في انقلاب وما إلى ذلك ولكن الحمد لله أنه أيام قلائل ومصر هتترأس الاتحاد الإفريقي السياسي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بتعلن عام 2019 عام الشباب الإفريقي وبالتالي الشباب الأفريقي هيتجمع في مصر وفي أسوان عاصمة الشباب الأفريقي زي ما قال سيادة الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير هيبقى عندنا فرصة إن إحنا نقدم بلدنا لشباب أفريقيا ونقدم أيقونة الشباب الأفريقي محمد صلاح اللي بيتوج كأحسن لاعب في أفريقيا للعام التالي على التوالي ونقول لهم أدي الشباب المصري ونقول لشبابنا يا رجالة مصر يا شابات وشباب مصر كونوا في المدرجات لوحات محترمة بقدر نجومية وبقدر مكانة محمد صلاح عندكم وبقدر محبتكم لبلدكم علشان تفخروا تاني وعشان كل واحد فيكم لما يكون في أي بلد يقولوا أنت ابن هذه الحضارة وابن هذا الاحترام اللي احنا بنشوفه واللي دايما عمالين نقوله 2006 ايه المطلوب يا استاذ ايمن؟ ايه المطلوب علشان نعمل تنظيم يليق بمصر في ظل التحديات الكبيره جدا اللي احنا فيها دي؟ احنا بنتكلم بقى احنا دخلنا في الرياضه في السياسه في الكل بصراحه. هو حوار هو مفيش سياسه هو دي اللي احنا انا بتكلم السياسه ده لو انا برضو زي ما كنتش دكتور انا عمري ما كنت في حزب سياسي لا احنا بنتكلم في الوسط كله بتكلم على بلدي التنظيم وبتكلم على شعب بلدي واهلي وناسي اللي احنا عايشين بينهم واللي احنا بنفخر ان احنا مصريين. عايز اقول لحضرتك انه من فتره كبيره خلينا نتكلم احنا في قناه النادي الاهلي الشركه الراعيه برزنتيشن الشركه الراعيه عامله استعداداتها الحقيقه وانا صديقنا الاستاذ شريف شديد اللي تم الاتفاق معاه عشان يبقى في شركه استادات احدى شركات برزنتيشن برزنتيشن سبورتس النهارده عملت دور كبير الحقيقه في فوز مصر بالملف وكلنا شفنا الصور
شفنا استاذ محمد كامل وشفنا كل الناس وزميلنا مصطفى طنطاوي والشباب اللي كانوا موجودين قد ايه، والحسيني وكل كل الشباب يعني مش عايز اسمع الشريف حسن وكل المجموعه دول الجناح الطائر اللي بيقدر يسيطر على او الصقر الطائر اللي بيقدر يسيطر على اي حاجه خاصه بمصر. وشفنا انه في استعداد مبكر للارتقاء باستاداتنا، شركه استاد زي ما قلت حضرتك في الاخر ما فيش مبكر ما فيش وقت شريف شديد، لا ده من قبل كده، انا بكلم حضرتك من قبل ما احنا نفوز في شركه اسمها استادات معموله وتم الاتفاق فعلا على تطوير استاد السلام والارتقاء به الى المستوى اللي بنشوفه في الاستادات الخارجية. شريف شديد صديقي اللي كان ماسك استاد هزاع أو واحد من المسؤولين عن استاد هزاع بن زايد في العين، كلنا عارفين استاد هزاع بن زايد كان واحد من أفضل الاستادات في العالم سنة 2014. فهتشوف إن شاء الله بإذن الله حاجات راقية حاجات قيمة، باقي بقى إن احنا نكون على قدر هذا المستوى، نتعامل بأن كل واحد فينا سفير لهذه الدولة، يرحب بضيوفنا من الجماهير، يعرف أنه العالم كله بيتابع كأس الأمم الأفريقية على مصر اللي على أرض مصر، لأن فيها عدد كبير جدا من النجوم المحترفين اللي العالم بيتابعهم في الدوريات الأوروبية. هم عملوا كده زي ما قبل كده، يعني الشعب المصري عمل وقدم صورة مشرفة قبل كده في البطولة، بس قبل ما يدخل الفيروس بتاع المجموعات المنفلتة والمتهورة اللي كانت بتستخدم العنف. الفيروس ده الحمد لله بدأ يعني الجسد المصري يتعافى منه، وشبابنا اللي بخير اللي كان صورة مشرفة في ماتش الكونغو، أكتر من 80-90 ألف متفرج بالزبط. في استاد برج العرب بالزبط. وكانوا الطاقة والوقود اللي حول ضياع الأمل في لحظات إلى طاقة إيجابية لما محمد صلاح قام وبدأ يعمل كده، كانت انتفاضة انتفاضة كبيرة. إحنا عايزين هم دول المصريين وهم دول الشعب المصري اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكونوا موجودين في المدرجات زي ما قلت لحضرتك مع طبعا كل المسؤولين اللي بيشتغلوا دلوقتي خلايا نحل من رئاسة مصر، مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، اتحاد الكورة، والشركة الراعية، وإحنا كإعلام مسؤولين جدا جدا عن هذه الصورة، لأن هيتصدر لنا صور سلبية، هتبقى في محاولات لتشويه مكانة مصر وسمعتها في هذا الحدث. يجب أن إحنا نكون حذرين. وكان يعني البداية مع الأيادي القطرية اللي بدأت تعبس تقطع الإرسال والكلام ده، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا جاهزين. أنت جاهز؟ أنا جاهز جدا. طب يلا بقى نطلع فصل عشان نستقبل. ونزلت كل المحطات اللي بتجيب الدوري الإنجليزي الحمد لله وخلاص يعني. لا أنا عايزك تجيب بقى برضو في جهاز كده عاملينه بيجيب المحطات حتى المشفرة، بس إحنا كمصر يعني أجهزة الإعلام عندنا والمسؤولين على الإعلام عندنا إن شاء الله بإذن الله بيؤكدوا، وإحنا طبعا متأكدين أن حقوقنا في إذاعة المباريات أرضية على تلفزيوننا الأرضي، وإن شاء الله في جهاز كده بتعمله الإنتاج الحربي هيبقى بسيط جدا وسعره رخيص، يخليك تتفرج على كل مباريات كأس الأمم الأفريقية بجنيهات قليلة علشان تبقى في حضن الإعلام المصري وتبقى ضد أي محاولات للضلال، وإن شاء الله بإذن الله تعالى صورة مصر البراقة يا رب تبقى موجودة يا رب، ونسعد كلنا وإحنا بنحتفل بولادنا وبنحتفل بكاس الأمم الأفريقية، لأنه فوزنا باللقب من أهم عوامل نجاح البطولة عشان نحوط شوية الصورة البهتة اللي كان عليها المنتخب في المونديال 2018. لقب إن شاء الله الثامن يكون لمصر في يونيو او في اول في يوليو 2019 ان شاء الله. كاتب الصحفي الكبير استاذ ايمن بدر نورتني وشرفتني، بشكرك جدا جدا، استمتعت بالحديث معك، وبشكر زملائي اللي زقوني على هذا اللقاء. انا ما رضيتش يعني ادوس جامد انت حبيبي. لا حبيبي بعدين عاد البرنامج. بشكر حضراتكم، بشكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ايمن بدر، يعني نورني وشرفني، وكانت احاديث ممتع جدا، ودايما اراؤه تبقى في الجول. بعد الفاصل هتلتقوا مع الزميل العزيز محمد سعيد ومع النجم الاهلاوي احمد عادل. شرفتوني ونورتوني ودايما بستمتع بيكم، مع محمد سعيد بعد الفاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بالتاكيد النهارده في تفاصيل كثيره في هذه الحلقه لإلقاء المزيد من التفاصيل المتعلقه بفريق كره القدم، وايضا ضيوفنا في هذه الحلقه بالتاكيد ايضا كمان ضمن احد اللاعبين اللي كان ليهم دور كبير جدا مع النادي الاهلي في فتره من الفترات، لكن سوء الحظ والنصيب في توقيتها ما كانش مساعده بشكل جيد ان هو يكمل في صفوف فريق النادي الاهلي، وهو احد اللاعبين المميزين اللي بالتاكيد كان من التدعيمات الهامه جدا اللي تمت في بدايه الالفيه الجديده، الكابتن احمد عادل الظهير الايمن لفريق النادي الاهلي، واللي بالتاكيد خلال الفتره الحاليه خلاص بقى بيبدا تجربه جديده جدا، تجربه مختلفه اثناء الحوار بالتاكيد هيقول لنا عليها. كابتن احمد برحب بيكم منور شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك سعيد، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده على شاشه النادي الاهلي، الشاشه الكبيره في افريقيا والوطن العربي. اهلا بيك يا ابو حميد. طبعا النهارده هنتكلم مع عادل في تفاصيل كثيره جدا، لا ننسى ان برضه هو احد اللاعبين الذين شاركوا في المباراه الكبيره اللي اقيمت في استاد ويمبلي، مباراه الاهلي وبرشلونه، كانت مباراه مهمه جدا يعني اقيمت برضه في فتره من الفترات اثناء ما كان الاهلي بيلعب مباريات في الاستادات والملاعب الاوروبيه في فترات سابقه. لكن قبل ما ابدا بدايه هذه الفقره واخش في التفاصيل الفنيه مع الكابتن احمد عادل، يعني قبل ما ادخل الهواء يمكن اتكلمت شويه مع محمد محمود لاعب فريق النادي الاهلي، كنت عايز اطمن عليه حالته النفسيه بالتاكيد بعد هذه الاصابه. الحمد لله صوت محمد يعني طمني على حالته النفسيه ان هو شايف ان الاصابه قضاء وقدر، وشايف ان نصيبه ان في التوقيت الحالي ما يكونش متواجد داخل صفوف فريق النادي الاهلي. ربنا بالتاكيد ممكن يكون مقدر له خير في التوقيت الحالي انه يكون بعيد عن الملاعب وما يكونش في صفوف فريق النادي الاهلي في الماتشات الحاليه. لكن محمد اتكلمت معاه في مساله الاصابه وايه اللي حصل بالظبط. محمد بصراحه اداني تفاصيل، يعني عايز اطمنكم ان محمد اول ما تعرض لاصابه دكتور خالد محمود نزل يطمن عليه، لسه بيشوف التشخيص المبدئي. محمد قال له لا الحمد لله يا دكتور ابدا يعني انزل واكمل رجلي، الحمد لله في حاجات بسيطه بس اقدر اكمل، يعني الحمد لله ممكن تكون كدمه او حاجه بس اقدر اكمل. نزل وكمل وعمل سبرنت، وبالتاكيد اصابه الصليب لما يكون في سبرنت او في جهد بدني كبير جدا بتبقى غريبه. ممكن بقى هنا ايه مسائل الطبيه ممكن نسال فيها كتير ونحاول نفهم بالظبط ايه اللي حصل، لكن محمد بيقول لي عملت سبرنت وبعد كده مشيت على رجلي بشكل كويس، اول ما حصل تغيير في فريق سموحه او في حصل تعطيل للعبه حوالي دقيقتين ثلاثه بردت شويه وحسيت ان رجلي وجعتني، فهنا طلبت من الدكتور خالد محمود والجهاز الفني التغيير مباشره. اخر حاجه كنت اتخيلها ان يكون رباط صليبي، لان بيقول لي انا اللي اعرفه انا كلاعب كوره لما يجي لي رباط صليبي بتبقى صعب جدا اقف على رجليا، لكن هو بالنسبه له كانت بالنسبه له مفاجاه صادمه ان هي رباط صليبي، لان هو بيقول انا عملت سبرنت ورجليا كانت الحمد لله كويسه وقادر امشي عليها بشكل كويس، لكن اول ما هديت في الملعب لما توقف اللعب دقيقه او دقيقتين حسيت ان رجليا فيها حاجه فطلبت التغيير على طول. نقطه برضه عايز اكد عليها دكتور خالد محمود، التخصص الخاص بيه كطبيب داخل صفوف فريق النادي الاهلي متخصص في جراحه العظام، فبالتالي رباط الصليبي اذا كان قطع جزئي او القطع الكلي فيها تفاصيل كتيره جدا ممكن نتكلم فيها، لكن عموما لا ننسى ان في فتره من الفترات اكوتي منساه اول ما انضم لصفوف فريق النادي الاهلي في مباراه انيمبا نيجيري تعرض لاصابه بالرباط الصليبي في اول مشاركه رسميه ليه وفي اول دقائق مشاركته مع الاهلي في ملعب انيمبا هناك في نيجيريا. فبالتالي عموما يعني خلاص يعني ربنا قدر الخير للاعب وللنادي الاهلي، والفتره القادمه يا رب باذن الله تكون الامور جيده تحديدا في مساله الاصابات، لان بالتاكيد الاهلي بيحتاج كل اللاعبين خلال الفتره القادمه. كابتن احمد دي كانت مقدمه عايز اقولها للمشاهدين، لان بالتاكيد ما حدش سمع لسه محمد محمود بعد الاصابه، لكن كنت حابب اطمن الناس ايه الكلام اللي قاله محمد وحالته النفسيه وبيستعد ازاي للمرحله القادمه. مساله الصليبي ممكن اللاعب يحس بيها اول ما يتعرض لها، ولا ممكن يلعب ويجري وما يكونش حاسس ان عنده صليبي وتحصل بعد كده في الاشعه يكون عنده صليبي؟ لا بص انا احب اطمن جماهير النادي الاهلي، وخصوصا دلوقتي الصليبي دلوقتي اصابته غير زمان. زمان كان الموضوع مش منتشر قوي الرباط الصليبي، لكن دلوقتي الصليبي زي ما احنا بنشوف ممكن زي ما انت شفت قبل كده في سموحه 7 صليبي في سنه. فاصابه الرباط الصليبي دلوقتي بقت عاديه، يعني ان هو قريب جدا ان هو ممكن يرجع. دي بترجع برضه للحاله الاراديه للعيب، بترجع لقوه عضلته هل بتستجيب للتاهيل او لا، وخصوصا ان محمد لسه صغير. حاله غريبه جوه النادي الاهلي كثره الاصابات اكيد مسببه مشاكل في اداء النادي الاهلي. عايز ارجع لموضوع رباط الصليبي، هو زي ما انت بتقول هو ما كانش حاسس في الاول، او كان ممكن يكون قطع جزئي. قطع جزئي ده ما بتحسش بيه قوي زي الكلي، ولا في التشخيص يبان بالنسبه للاعب كمان حتى يحس ان يقول الدكتور في الم في الركبه او في حاجه لو قطع جزئي. ممكن الم بس هو حاسس ان هي خبطه عاديه او حاجه كدمة. كان جزئي او كدمه، لكن لما بيدوس عليه ممكن يبقى كلي. انا على ما اتذكر ان في اخر التسعينات او اول الالفينات جاتوزو قعد 90 دقيقه زي ما كنت بتكلم معاك قبل الهوا،
قعد 90 دقيقة بيلعب، واكتشف بعد المباراة ان هو عنده صليبي. 90 دقيقة نجم الميلان، هو حاليا المدير الفني كمان. طبعا، وخصوصا جاتوزو كل لعبه عنيف، ضغط وضرب، لكن قعد اتخبط اول دقيقة وقعد 90 دقيقة ان هو بيلعب ومش حاسس بوجع عادي، لكن ادى المباراة بشكل جيد طول ال 90 دقيقة، وبعد المباراة بيكشفوا عليه لقوا ان هو عنده صليبي. فدي بتختلف من لعيب لاخر يعني، حسب قوة عضلته بتساعده حتى كمان في الـ في الـ في الـ وهو بيتأهل وهو بيتعالج، دي بتساعده ان هو يرجع بسرعة. فاتمنى الشفاء طبعا للصفقة، قوية اضافة اكيد للنادي الاهلي ان هو يرجع بسرعة ويرجع لصفوف النادي الاهلي تاني ويضيف للنادي الاهلي ان شاء الله. الجزئية المهمة كمان واحنا بنتكلم فيها يعني، محمد محمود من اللعيبة اللي الناس كلها كانت بتعول عليها بشكل جيد في المرحلة القادمة، لكن خلاص قضاء ربنا وقدره انه ما يكونش متواجد في التوقيت الحالي مع النادي الاهلي. وهو لا، حتى من نبرة صوته وانا بتكلم معاه مؤمن جدا بطبيعه الاصابه، لكن هو مندهش يعني، هو مستغرب ازاي اعمل سبرنت وازاي اجري وما ابقاش حاسس باي حاجه وبعد كده احس بالم في ركبتي بهذا الشكل الفظيع. لكن كمان احمد عادل لسه قايلين على معلومه يعني، احد لاعبي نادي الميلان ونجم الكره الايطاليه كاتوزو لعب 90 دقيقه وبعد المباراه اكتشف في اشاعه من بعد الاصابه ان هو كان عنده رباط صليبي، وبالتالي بتحصل كتير في الملاعب. فريق سموحه في سنه من السنين، وده مش بعيد من سنتين ثلاثه، 7 لعيبه في موسم واحد كان بيلعب في الدوري وبطوله افريقيا وكان عنده 7 رباط صليبي. وزي كمان يا ابو حميد، حتى الاجهزه الطبيه يمكن بحب استشير اصلا المتخصصين في هذا الامر، طبيعه اصابات اللعيبه بشكل عام بتبقى فيها نسبه وتناسب. نسبه 74% بتبقى راجعه نتيجه حادث في الملعب، اصطدمت بحد، خبطت في لعيب، عملت سبرنت، سواء اصابه عضليه او حتى رباط صليبي. نسبه ال 24% اذا كانت نسبه 76% السمه الغالبه، ال 24% بقى نتيجه امور اخرى، جزمه الكوره، ارضيه الملعب، عوامل التغذيه. فبالتالي الاصابات ما بتبقاش داخل فيها العنصر البشري بشكل كبير او مسؤول عنها الا من خلال هذه النسب اللي الاجهزه الطبيه بشكل عام بتحطها كمعايير لتشخيص نوع الاصابه. اكيد، بص، التاهيل البدني في بدايه الموسم ده مهم جدا، وخصوصا ان بيبقى مهم جدا في فريق زي النادي الاهلي، مهم جدا ان الدكتور او المدرب او المسؤول عن التاهيل او المسؤول عن فتره الاعداد يكون على اعلى مستوى من الكفاءه. ده مهم جدا، وخصوصا انت بتشوف النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله، بيشترك في بطوله عربيه، في بطوله افريقيه، في كونفدراليه، في الدوري عام، في كاس مصر، في اكتر من بطوله. فانت مهم جدا ان انت يبقى عندك الاعداد البدني من اول الموسم، ده مهم ان انت تشوفه بشكل جيد في صفوف النادي الاهلي اكيد يعني. طيب ابو حميد، وانت موجود في صفوف النادي الاهلي كان اكوتي منساء اللاعب الغاني، كنت انت موجود ساعتها في نفس الفريق في نفس التوقيت، وكان لسه صفقه جديده وسافر مع الاهلي نيجيريا، وكانت مباراه انيمبا وتعرض لاصابه وهو بادئ في التشكيله الاساسيه، وكانت رباط صليبي في التوقيت ده برضه، انت داخل صفوف الفريق كان المشهد العام ازاي؟ اكيد كانت صفقه اكوتي كانت في حدود حوالي 5 مليون جنيه او 6 او 7 مليون جنيه، كانت سنه 2006 على ما اعتقد او 2005 كان اكوتي، كان المبلغ ده ما بيدفعش في اي حد. فكان ان انت يعني صفقه بتعول عليها او ان انت بتحط حمل عليها ان هي تيجي تضيف لك كنادي اهلي، وفي اول مباراه ان هو يجي له صليبي، دي برضه يعني خدت من اكوتي كتير، وخد فتره برضو عبال ان هو ما يرجع ويخش جوه صفوف الفريق. وخصوصا انت كان عندك في المكان ده اكتر من لعيب جيدين، كان عندك محمد شوقي، حسن مصطفى، انيس بوجلبان كان جاي معايا في نفس الصفقه، حسام عاشور. فخد وقت برضو اكوتي ان هو حتى بعد ما يرجع من الاصابه ان هو ياخد وقته جوه ان هو يخش في القوام الاساسي للفريق. ودي دي اللي كانت على ايامي انا، كان صعب جدا ان انت تخش جوه النجوم دي كلها وان انت تاخد مكان، بعكس الفتره دي ان دلوقتي ممكن اي حد يلعب واي حد ان هو يشارك. فكان بيبقى بنواجه صعوبه زمان ان احنا كنا ناخد ان انت كلاعب تاخد مكانك جوه وسط النجوم دي اكيد يعني. في اللحظه اللي زي دي ايه اللي ممكن تقوله لمحمد محمود وانت باحساس اللاعب برضه وكنت متواجد داخل الاهلي فعارف الاتموسفير والحاله داخل النادي الاهلي؟ اللحظات اللي زي دي ايه اللي ممكن تقوله للاعب؟ وعايز اكد لك ان نبره صوته، انت عارف اللعيبه لما بيكون اصابه كبيره نبره صوته بتبقى مختلفه شويه في الطبيعي، ايه اللي ممكن تقوله في اللحظات دي؟ بص، انا مبسوط جدا من كلامك ان وانت بتكلمه ان هو نبره صوته ان هو متفائل، دي اكتر حاجه محمد ربنا يشفيك، اكتر حاجه هتخليه ان هو مؤمن بربنا، ان هو عنده يقين ان انا عايز ارجع، دي اللي هترجعه بسرعه. يعني ايمانه بربنا وايمانه ان هو عايز يرجع وايمانه وثقته في نفسه وان هو عنده يقين من جواه، دي اللي هتساعده مثلا لو هتقعد 6 شهور هتقعد 5 شهور،
انا عندي يقين مثلا انا بتشوف على ما اتذكر كابتن حسام حسن في 98 او في كاس عالم 90 على ما اعتقد كان عنده اصابه وكان انكر رجله مكسور وكان رابط رجله والله العظيم يعني مش عايز اقول لك اللي قال لي على الموضوع ده كابتن احمد الكاس فقال لي بقى بيمسك انكر رجله وبيضربه في الدكه بيقولوا انت مش هتمنعني ان العب مش انت اللي تمنعني ان انا العب فدي انا فاكرها الكابتن حسام كويس ولعب البطوله وخد هداف البطوله اذا التحدي تحدي اللاعب نفسه تحدي او الاراده اللي جواك او على يقين ان انت عايز ترجع هترجع فتمنى له ان هو يرجع في اقرب وقت وان هو يرجع يضيف للنادي الاهلي ان شاء الله وخصوصا ان هو لعيب صغير ولعيب جيد جدا طيب كابتن احمد عادل بقى نجم النادي الاهلي الاسبق واللي دخلت في فتره كده كانت فتره مميزه داخل صفوف فريق النادي الاهلي وكانت فيه منافسه قويه جدا في كل مركز وزي ما قلت صعب جدا لما بتبعد انك ترجع بسرعه وتلعب لان كان المركز داخل صفوف الفريق فيها منافسه قويه جدا. كلمنا على المرحله اللي كنت فيها وظروف النادي الاهلي وقتها وحتى كان لك نصيب انك لعبت مباراه في دوره ويمبلي امام برشلونه الاسباني. اكيد انا يعني يمكن زي ما بقول في كل مكان ان انا محظوظ ان انا لعبت في جيل من احسن الاجيال في تاريخ النادي الاهلي ودي اللي ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا احقق انجازات مع النادي الاهلي، حققت 5 بطولات مع النادي الاهلي، 2 دوري عام وبطوله كاس مصر وبطوله كاس سوبر افريقي وسوبر مصري. الحمد لله كنت سعيد جدا بالفتره اللي اديتها ومحظوظ جدا ان انا عاصرت جيل من احسن الاجيال، خصوصا يعني انا لعبت في فتره كان موجود في المكان كان كابتن اسلام الشاطر، احمد صديق، محمد بركات، احمد فتحي جانا بعد كده. كان صعب جدا ان انت تاخد مكان وسط النجوم دي كلها، لكن الحمد لله لعبت بشكل جيد، شاركت في بطوله افريقيا اللي هي بتاعت النجم الساحلي، نهائي النجم الساحلي بتاع العرجون اللي خسرناها، شاركت بحوالي عام 2007 اللي كان في القاهره الدوري 80% من البطوله، وشاركت في الدوري العام عديت نسبه المشاركه. فالحمد لله انا سعيد وراضي عن الفتره اللي انا قضيتها جوه النادي الاهلي، حققت فيها انجازات وبطولات والحمد لله على مسيرتي بعد كده. يعني لو هنعمل فلاش باك، احمد عادل انضم ازاي للنادي الاهلي من النادي الاولمبي؟ ما فيش، هو كان في مفاوضات طبيعيه طبعا مع نادي الزمالك، كانوا بيفاوضوا النادي الاولمبي لمده 1.5 شهر وما كانش في النادي الاهلي خالص لحد ما النادي الاهلي عن طريق طبعا الكابتن الخطيب كان كلمني في التليفون، وانا فاكر المكالمه دي كويس جدا طبعا، اسطوره كابتن محمود الخطيب ان هو يكلمني في التليفون، دي حاجه كبيره جدا، وخصوصا والدي الله يرحمه كان احنا اسره وعيله اهلاويه. فكان والدي كان كلمني كابتن مصطفى يونس وقال لي ان الكابتن الخطيب هيكلمني وكده، فكان والدي سعيد جدا ان الكابتن الخطيب هيكلمني. وبالمناسبه يعني مهم جدا ان الكابتن الخطيب يبقى موجود في الصفقات، هيفرق بشكل كبير جدا في استقطاب الصفقات للنادي الاهلي، لان اسمه وتاريخه وكرئيس النادي الاهلي ده مهم جدا وقيمه واسطوره كبيره. فرق في انضمامي انا كاحمد عادل، لان زي ما بقول لك الكابتن خطيب كلمني 18 سنه انا فاكر كويس يعني، فقال لي احمد انت يعني عايز تيجي النادي الاهلي؟ قلت له يعني انا شرف ليا طبعا انا موجود جوه النادي الاهلي. الموضوع ما خدش يوم، يعني خدش يوم، تاني يوم كنت في النادي الاهلي وكان الزمالك بيفوضني بقاله 1.5 شهر. وبالمناسبه ان نادي الزمالك يعني قبل ما يجي لي عرض النادي الاهلي عرض عليا اول سنه كاش، فلوس كاش في اول موسم، فلوس كاش في اول موسم سنه استاذ ممدوح عباس، عرض عليا اول سنه كاش وانا يعني اللي اخر شويه للموضوع ان جالي عرض النادي الاهلي. وهنا برضو بتفرق بقى رغبه اللاعب، هل انت عايز اهلي عايز زمالك؟ والحمد لله تمت صفقه النادي الاهلي عن طريق باشمهندس عادل القيعي وكان الكابتن هادي خشبه مدير الكوره ساعتها. يعني لسه الرهان على الاسم، وده اللي بناكد عليه، ده من سنين مش من النهارده ولا من قبل كده، لا ده حتى من سنين، احنا بنتكلم في صفقه ما يقرب من حوالي 12 سنه من 2005 13 سنه 13 سنه. فالرهان على الاسم وقيمه الكابتن محمود الخطيب في مكالمه واحده معاك، اسم النادي الاهلي واسم الكابتن الخطيب حسن بشكل كبير موضوع الصفقه. هيظل طبعا صراع الصفقات بين الاهلي والزمالك ده موجود لمدى الحياه يعني، بس دايما في الاهلي كده في حته بتبقى مميزه، اسم النادي، التاريخ، البطولات، اكيد بص بتساعد اي لاعب في الاختيار. اكيد النادي الاهلي، بص انا يمكن اقول لك حاجه، انا وانا بلعب في الدوري العام تاكد 1000000% ان 80% من اللاعيبه اللي في مصر لو جالها اهلي او زمالك هتختار النادي الاهلي. تاني تاكد 1000000% لو 80% من اللاعيبه اللي في مصر لو جالها اهلي او زمالك
هيختاروا النادي الاهلي. مش ماديا. هنا ممكن انتقل لنقطه ثانيه، بيفرق رغبه اللعيب في ان هو عايز يروح النادي الاهلي غير ما يفرق رغبه اللعيب ان انا عايز اروح اخد كام. لا الغريب كمان يا احمد في كلامك، رغبه اللعيب يمكن في العالم كله الرغبه هنا بتبقى قايمه بناء على مبلغ متقدم له او قيمه عقد هياخده، لكن انا ملاحظ حتى في كلامك او كلام لعيبه ثانيه الرغبه هنا مش مرتبطه بفلوس. صح؟ بص اللي دخل عاش جوه النادي الاهلي محدش يعني محدش هيحس في مصر بقيمه النادي الاهلي. تخيل انت لما حد لما انا كلاعب جوه النادي الاهلي وطلعت بره النادي الاهلي بتكلم مع لعيبه ثانيه فوصلت لدرجه ل 80% من لعيبه مصر ان الناس دي عايز تشوف جوه النادي الاهلي بيحصل ايه، او الناس دي عايز تشوف البطولات دي بتيجي ازاي. انا عشت سنه ونص جوه النادي الاهلي خلتني ان انا العب 10 سنين بعد النادي الاهلي. اللي اتعلمته جوه النادي الاهلي حاجات كتير جدا. النادي الاهلي ضاف لي بشكل كبير جدا حتى في التكوين الشخصيه، تكوينك انت كشخص. واللي فرق اكتر في شخصيتي مستر مانويل جوزيه، الراجل ده ليه فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ان انا امشي صغير من النادي الاهلي وان انا اقعد العب 10 11 سنه بعد ما امشي من النادي الاهلي، لا يبقى في حاجه ايجابيه انا شفتها جوه. استفدتها من المكان ده. استفدتها من المكان ده، والراجل ده ضاف لي بشكل كبير جدا. مش شرط ان انا استفاد ماديا، في لعيب كوره بيحسبها ماديا وفي لعيب كوره بيحسبها هل انا استفاد ايه كشخص. الماديات مش كل حاجه. انت على يقين ان انت جوه مكان محترم يضيف لك بعد كده بشكل كبير. حب جماهير النادي الاهلي للواحد وهو ماشي في الشارع دي عندي بكنوز الدنيا كلها. اول يوم عشته اول ما خرجت من النادي الاهلي عدى عليك ازاي؟ او اول يوم دخلت فيه غرفه خلع ملابس الفريق الثاني اللي انتقلت ليه بعد النادي الاهلي؟ النادي الاتحاد. كان نادي الاتحاد السكندري. كان نادي الاتحاد السكندري. ومش غريب عليك برضه انت اسكندراني. انا اسكندراني وهاجي نقطه جماهير نادي الاتحاد يعني والحاج محمد مصلحي طبعا. اكيد انت ماشي من النادي الاهلي بطولات وانجازات ومعاك نجوم احسن نجوم في مصر وان انت بتروح نادي الاتحاد، بس انا كان عندي يقين من جوايا ان انا عايز ارجع نفسي لان انا قعدت اخر فتره في النادي الاهلي ما كنتش بلعب، فوانا عندي 22 سنه فلسه ببدا حياتي. كانت الـ كانت الـ يعني واخداني شويه حته البطولات وان انا سبت النادي الاهلي او انا مش موجود في النادي الاهلي، بس برضو على يقين من عندي يقين من جوايا ان انا عايز لا انا هرجع نفسي بدري. انا في ناس بتمشي من النادي الاهلي الناس بتنساها، بيبقى 22 سنه 23 سنه وبيمشي من النادي الاهلي الناس بتنساه. لا انا كان يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وجماهير نادي الاتحاد ووقوف الحاج محمد مصلحي جنبي وقال لي لا انت لسه صغير وهترجع نفسك تاني وانا اخترت نادي الاتحاد. وخصوصا انت عارف يا سعيد وانت ماشي من النادي الاهلي بيجي لك اكتر من عرض. كان جالي مصر معاك الفتره دي انا فاكر كنت موجود معاك في النادي في وقتها، العروض اللي كانت بتجي لكم حتى مجرد ان اسمك في الاهلي وانت طبعا. ممكن كان بيجي لك عروض كتير انا فاكر في التوقيت انت ده. انت يعني انا على ما اتذكر جالي اسماعيلي وجالي مصر وجالي انبي وجالي اتحاد ومش فاكر وجالي الجونه. كان الجونه لسه صاعد. كان لسه صاعد. كان لسه صاعد. بس انا اخترت يعني انا عارف ان لو رحت الاسماعيلي هواجه صعوبه شويه. انت عارف الحاله يعني اللي بين الاهلي والاسماعيلي. اخترت نادي الاتحاد لان انا زي ما انت بتقول اسكندراني. وانا حسيت من جماهير ومن كلام الحاج محمد مصلحي معايا لا انا في حاله او حاسس مثلا لما تصلي استخاره كده في الاستخاره بتوديك في حته معينه. ففعلا ودتني اتحاد سكندري وخصوصا رحت النادي الاتحاد قعدت اول اربع مباريات زي ما انت بتقول حاله برضو اللي انا لسه ماشي من النادي الاهلي ما كنتش بلعب. رجعت نفسي تاني وقدرت ان انا اشارك طول السيزون واشتركت وكنت عديت نسبه المشاركه في السيزون الثاني ليا في نادي الاتحاد والحمد لله راضي عن مسيرتي كلها يعني واكيد تجربتي في النادي الاهلي اضافت لي بشكل كبير جدا طول حياتي يعني طول مسيرتي. طيب في تاريخك اكيد مش هتنساه يعني حاجه كده انت حاططها في المكتبه عندك، مباراه الاهلي وبرشلونه الاسباني، لعبت مباراه في استاد ويمبلي دوره ويمبلي الوديه كانت بالنسبه لكم تاريخ كبير جدا لجيل كان في التوقيت ده عامل نتائج كبيره في القاره الافريقيه. لا هو انا لعبت برشلونه اللي كان في مصر المئويه اللي في مصر اللي هناك رحت بس ما لعبتش انا لعبت اللي هي كان فيها رونالدينيو وميسي وديكو كان انت لعبت الاصعب انا لعبت لا حاجه كبيره وخصوصا بص يعني بالمناسبه انا شاركت في مئويتين مئويه النادي الاهلي ومئويه النادي الاولمبي ودي حاجه برضو بتضيف لي في تاريخي يعني اكيد مباراه طبعا كبيره جدا وكان ليها طابع خاص 120 ألف متفرج دلوقتي انت عارف الدوري من غير غير جماهير خالص دلوقتي انت في مباراه برشلونه 120 ألف متفرج انا متذكر
محمد شوقي بينادي عليا، يعني انا واقف جنبه بينادي عليا مش سامعه من صوت الجماهير ومن الاجواء اللي كانت موجوده، كانت حاجه تفرح بجد. تلعب قصاد ايتو، ميسي، رونالديني، وديكو، انيستا، تشافي، ورا ماركيز، بويول، جودينسن، زامبروتا، يعني نجوم العالم كلها، كانت اكيد مباراه طبعا ضافت لي في تاريخي اكيد. يعني مين كان بيميل عليك اكتر في الجبهه اليمنى؟ من فرقتنا ولا لا؟ من فرقه برشلونه. لا برشلونه رونالدينيو. عملت ايه؟ لا انا متذكر موقف طبعا مع كابتن وائل جمعه. فجالي قبل ال، انا على فكره المباراه دي انا كنت رابع واحد هلعب. رابع واحد هلعب. كان هيلعب يبدا اسلام الشاطر، وهو ده في الاحتياطي في الترتيب التغييرات يعني. لا اللي هيبدا المباراه في مكاني انا اسلام الثاني. اسلام كان لسه راجع من الاصابه، فالاصابه رجعت له قبلها بيومين. فهيلعب مين؟ بركات. فبركات اتعور يوم المباراه، فجي معانا المعسكر تمام، ولسه شيء يعني هتلعب او مش هتلعب حسب الدكتور ما هيقول له. فهم خدوا قرار انه يلعب احمد صديق. فاحمد صديق فالراجل قال لك ايه، مستر مانويل قال لك لا انا استفاد بيه في الخط الامامي. فانا رابع واحد لعبت، فانا قاعد بقعد على طول مع شادي محمد. فقاعد مع شادي، فبيجي مين يقعد معانا؟ بركات على طول. فانا قاعد، فانا يعني انا ممكن العب مباراه كبيره زي دي، طب لو نزلت هعمل ايه؟ طبعا انت عمال تفكر، وطب نجوم العالم اللي جايين دول يعني الموقف في الماتش هيبقى عامل ازاي؟ تركيز يعني. فلقيت بركات قال لي خلي بالك، عشان انا كنت لسه مع الدكتور دلوقتي، وانت اللي هتلعب، انت مفيش غيرك. قلت له امال العب ايه بس؟ لسه يعني شد حيلك انت، ماتش تقيل والعب انت يعني. قال لي لا لسه، قال للدكتور انا مش هلعب. المهم والله العظيم يا سعيد، اليوم ده انا نايم الساعه 6 الصبح. ما جالكش نوم؟ مش جاي لي نوم، مش عارف انام. كل شويه اتقلب انام، شادي عمال يقول يا ابني نام ما توترناش. انت بتفكر في رونالدينيو وفي ميسي وعايز اقول لك من كتر التركيز الحمد لله مستر مانويل بعد المباراه اداني مان اوف ذا ماتش. وانا اصغر لعيب في الفرقه، وكنت لسه جاي من النادي الاولمبي، اداني واشاد بيا بعد المباراه. ومستر مانو على طول بعد كل مباراه ان هو بيبقى موجود في بيعمل بينا محاضرات، فقال قدام الفرقه كلها احمد عادل اصغر لعيب في الفرقه هو اللي ما كانش راهب الموقف، هو كان من احسن الناس في المباراه. ودي طبعا مباراه انا ما اقدرش انساها طبعا. بس التفاصيل دي اول مره تقول لها على فكره؟ خالص اول مره تقولها؟ فعلا انا اول مره اتكلم فيها في حياتي عامه يعني. تمام. في المباراه بقى عشت المباراه ازاي وانت قدامك نجوم الكره الاوروبيه والعالميه بيلعبوا قدامك؟ انت بتتفرج عليهم في التلفزيون، بتشوف ماتشات دوري ابطال اوروبا، لكن يعني وجها لوجه كده في ملعب استاد القاهره وقدامك 120 الف متفرج، مشهد واحساس مختلف. عشت ازاي احداث المباراه؟ ومين كان بيميل عليك اكتر؟ او في المناورات بقى انت كمدافع وهو كمهاجم جاي عليك؟ هو كان رونالدينيو كان بيلعب هاف ليفت وانا كنت بلعب باك رايت. على ما اتذكر موقف برضو كوميدي شويه، مستر مانويل وهو بيقول المحاضره، فقال لي انت هتبدا وهتلعب على رونالدينيو. رونالدينيو كان واخد احسن لعيب في العالم قبل المباراه دي، وكان واخدها بقى له حوالي سنتين او ثلاث سنين. كان ده سنه 2007. 2007 كان بياخدها 5 و6 و7، كان بياخد مع احسن لعيب في العالم على طول. فقال لي خلي بالك انت هتلعب على رونالدينيو، لو اداك كوبري عادي. ده في المحاضره قدام كل اللعيبه. في المحاضره لو اداك كوبري عادي، لو رقصك ووقعت قوم تاني وكمل، لو خد الكره من فوقيك عادي جدا كمل وراه، ده احسن لعيب في العالم. فقلت كل شويه عادي، امال ايه اللي مش عادي؟ انت مرمطتني خالص. بس فالحمد لله كان يعني من كتر التركيز اللي انا كنت فيه ما كنتش حاسس بحاجه خالص. هو كمان مستر مانور كان بيكلمك نفسيا، هو كان بيأهلني نفسيا للماتش. بيأهلني نفسيا. وده كان يعني ما اخش لك في تفاصيل، اكيد كان مباريات كتير جدا ومباريات صعبه جدا كان بيعتمد عليا فيها. ولان انا الحمد لله مع مستر مانويل، حتى هو بعد كده قال لي ان انت من اللعيبه اللي بتتحمل ضغوط، ان انا ممكن احط ضغوط عليك انت تتحملها. عشان كده كنت العب ترجي في تونس، العب اسك في ابيجان، العب ترجي في رادس، كانت ماتشات صعبه جدا وكنت ببقى موجود فيها وكنت بادي بشكل جيد. في السنه دي احمد انتوا لعبتوا كمان برشلونه هنا في استاد القاهره، ده غير دوره ويمبلي الوديه هناك، ولعبتوا بنفيكا. لعبنا بنفيكا. كانت مباريات في السنه دي كانت فرصه طيبه للجيل ده. اكيد كانت احتكاكات عالميه، احتكاكات انت بتلعب مع بنفيكا، برشلونه، بتلعب مع اقوى فرق في افريقيا، بتلعب نجم ساحلي ترجي.
وعايز اقول لك الترجي والنجم الساحلي من السنين الاخيره مش هو الترجي اللي على ايامنا يعني. الترجي كان لعيبه جامده جدا، ال11 جامدين جدا، النجم الساحلي 11 جامدين جدا، وخصوصا اول بطوله ليا احنا واخدينها النجم الساحلي في اثيوبيا لو تتذكرها، السوبر الافريقي. دي كانت اول بطوله ليا واول مشاركه ليا مع النادي الاهلي. شاركت في لعبنا اكسترا تايم، شاركت في الشوط الثالث والرابع، والحمد لله بضربات الجزاء قدرنا ان احنا نحرز البطوله. فاكيد كانت مشاركات قويه الواحد ما يقدرش ينساها يعني. طيب بما انك كنت موجود في الاهلي وكانت في منافسه وكان الدوري، انتقل بقى لجزئيه المنافسه السنه دي وشايف الاهلي ازاي. مش هتكلم عن المرحله الحاليه لكن اجمالا بشكل عام، بدايه الموسم، التدعيمات في يناير، الشكل اللي ممكن الاهلي فيه يتغير الفتره القادمه بعد تغيير الجهاز الفني وجود لاسارتي مع النادي الاهلي، رؤيتك لوجود النادي الاهلي في التوقيت الحالي. اكيد مفيش شك زي ما قلت لك في البدايه الاصابات مأثره على اداء النادي الاهلي بشكل جيد يعني، كل ما حد يرجع حد تاني يتصاب، في تضارب في الافكار حتى للراجل اللي جاي جديد مستر لاسارتي. اول ما جه عنده حوالي 5 إصابات أو 7 إصابات ومن العناصر الاساسيه. بطمن جماهير نادي الاهلي ان شاء الله بعد فتره الانتقالات دي هيشوفوا النادي الاهلي بشكل جيد. اضافات اكيد رمضان صبحي، جيرالدو، اللعيبه اللي جايه جديده، كان محمد محمود ربنا يشفيه، اكيد هيبقى ليهم افضليه. حسين الشحات اكيد اضافه، ياسر ابراهيم اضافه للنادي الاهلي، وخصوصا كان يعني الناس دلوقتي والجماهير عندها وعي، عندها وعي ان شايفين ان ديفنس النادي الاهلي او خط ظهر النادي الاهلي محتاج تدعيم، فياسر ابراهيم اكيد اضافه قويه. بشوف تصريحات كابتن سعد عبد الحفيظ فيها هدوء كبير جدا في ظل الصراع اللي بيدور في الانتقالات. النادي الاهلي بطمن الجماهير، انتظروا النادي الاهلي بعد فتره الانتقالات، وانا شايف النادي حتى لو سنه استثنائيه فالنادي الاهلي بيكون فريق او بيعمل قوام لفريق النادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يساعده ان هو ياخد بطوله افريقيا مش ان هو ياخد دوري عام. وخصوصا اللي عايز اكد عليه مهم جدا، انت كلاعب جاي النادي الاهلي، انت جاي لعيب، انت المفروض تاخد دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا، انت مش جاي العادي ان انت تاخد دوري عام، لكن مهم جدا انت شخصيه اللعيب اللي جايه دي مهمه. انا وجهه نظري ان مش لازم يبقى لعيب كويس جدا على قد ما هو شخصيه يجي يضيف للنادي الاهلي. هو مهم شخصيه لعيب النادي الاهلي غير اي لعيب بغير اي فرقه ثانيه. شخصيه لعيب النادي الاهلي انا جاي اخد دوري ابطال، انا مش جاي اخد دوري عام، يعني طبيعي ان انا اخد دوري عام. سقف الطموح عند جماهير النادي الاهلي عالي، واجيال هي اللي وصلت للجماهير. عشان كده بقول للجماهير مهم جدا زي ما انتم بتقولوا على الحلوه والمره معاه، دي المره اللي مهم جدا انتوا جماهير تقفوا ورا النادي الاهلي. ياما فرحنا الجماهير وياما فرحنا جماهير النادي الاهلي كلها. مهم جدا ان الفتره دي الكل يساند، الكل يبقى مساند للنادي الاهلي، مساند للجهاز، مساند للعيبه. مهم جدا اللعيبه تحس بقيمه تيشيرت النادي الاهلي ومسؤوليه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. ده اللي لازم نشوفه في المباريات. الفتره دي فتره نتائج مش فتره اداء، مش فتره اداء خالص. مهم جدا ان انت تحقق الهدف اللي هو 3 بونت. الاداء ممكن يجي مع الوقت، لكن انت في فتره انت عايز تقلل الفارق بينك وبين الاول وبينك وبين الثاني. مهم جدا ان انت مع نادي الزمالك او مع نادي بيراميدز الناس اللي بتنافس ان انت تحقق نتيجه ايجابيه. عدت مباراه بيراميدز مش دي مشكله، وانا اللي واثق منه جوه النادي الاهلي. المشكله مش في خساره بيراميدز، المشكله في الاداء. هل الاداء هيوصلني ان انا اكسب ولا لا؟ مباراه بيراميدز انا عارف جوه مسؤولين جوه النادي الاهلي وجوه الفريق في النادي الاهلي، مباراه بيراميدز زي اي مباراه. لكن مهم جدا ان انا بلعب بيراميدز الدور الثاني او بلعب الزمالك عندي 6 بونت وعندي 3 بونت، دول 9 يخلوني في مكان منافسه مباشره، في منافسه مباشره مع المنافس ليا. فهي ده التارجت وده الهدف اللي انا واثق منه جوه الفريق، وده واضح في كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. مهم جدا ان اللعيبه تحس بالمسؤوليه، ان اللعيبه الكبيره ليها دور اساسي في ان يلموا الفرقه تاني على الهدف بتاع النادي الاهلي وعلى القيم والمبادئ اللي جوه النادي الاهلي. تمام. كنت احد اللاعبين الجدد اللي انضموا للاهلي في فتره معينه، وكان في لعيبه كبيره داخل صفوف الفريق. في التوقيت الحالي في لاعبين جدد ايضا انضموا للفريق. مساله الضغط الجماهيري او اللعيبه الجدد اللي لسه داخله على صفوف الفريق شويه شويه او واحده واحده، المساله دي بتتحسب ازاي جوه الفرقه؟ او الجمهور رسالتك ليه ايه كمان جوه الفرقه عشان ما يبقاش وسيله ضغط على لعيب
او انك تبقى شايف اللاعب اللي جاي ده ممكن يكون اضافه لفريق النادي الاهلي. هو بقى امر طبيعي ان انت لما بتجيب حسين الشحات بتجيب ياسر ابراهيم، هو بقى لعيب جوه النادي الاهلي، فانا مش هسبب له ضغط ان هو يحقق، لا انا بسنده لحد اخر دقيقه. وانا عمري ما شفت في تاريخ جماهير النادي الاهلي ان الجماهير بتشتم حد او بتغلط في حد، بعكس جماهير تانية الجماهير على طول بتساند في التدريبات قبل المباريات الرسميه، وخصوصا انت بتشوف دلوقتي المباريات من غير جماهير. انا اللعيبه دلوقتي بتلعب براحتها، بس في نفس الوقت كنت حريص جدا الفتره الاخيره ان اللعيبه تحس ان في جماهير في المدرجات عشان تحس بالمسؤوليه دي، كان مهم جدا حتى لو في التدريبات، مهم جدا ان الجماهير تبقى في التدريبات، حتى اللعيب اللي جاي جديد او المدير الفني الجديد هيحس بجماهيريه النادي الاهلي، وهيحس بقيمه النادي الاهلي، هيحس بقيم النادي الاهلي، هيحس ان القاعده الجماهيريه دي كلها هتضيف له ولا مش هتضيف له، المكان اللي انا موجود فيه ده مهم ولا مش مهم. مهم جدا ان انا كنت بقول وجهه نظري ان الجماهير تبقى في التمرين عشان اللعيبه تحس والمدير الفني يحس، لا دي احنا اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي جماهيريه، فده مهم جدا ان هو كان يحصل الفتره الاخيره. فكره الجهاز الفني لاسارتي مثلا لو في تدعيمات وصفقات جديده وباني وجهه نظره الفنيه على بدايه لعيب زي مثلا زي محمد محمود، وجت اصابه طارئه مثلا هتبعده لفتره طويله عن الملاعب، الجهاز الفني ممكن يتعامل ازاي مع ملف زي ده؟ انك تبني شكل وبدايه فرقه بلعيب جديد وفجاه اصيب. اكيد بتعمل له ربكه في الحسابات، لكن انت بقيمه كبيره زي مستر لاسارتي والجهاز الفني كابتن محمد يوسف اكيد بيبقى فيه البديل، يعني انت مش هتحط تشكيل 11 وهم دول اللي هيأدوا طول السيزون، اكيد بيبقى حاطط سيناريوهات، بديل لمحمد محمود مين، بديل احمد فتحي مين، بديل محمد هاني مين، اكيد بيبقى عنده بدايل. وصلنا زي ما بقول لك انت في تيم كبير زي النادي الاهلي مهم جدا ان اللي بره في النادي الاهلي يبقى احسن من اللي جوه، هي دي فرقه البطوله، ان انت بيبقى عندك 25 لعيب نجم او 30 لعيب نجم، اللي بره بيبقى احسن من اللي جوه، هي دي فرقه البطوله. لما بيقع منك محمد محمود بتلاقي حسين الشحات، لما بيقع منك حسين الشحات لا ان شاء الله مش مستاهل لا بقول لك مثلا هتبقى يعني صعب قوي يا احمد هتبقى الموضوع صعب. فاتمنى طبعا ان يعني كفايه كده اصابات للنادي الاهلي، كفايه كده كفايه فعلا، اتمنى ان يعني ربنا يحفظ اللعيبه كلها جوه الفريق، وان هم يقدروا يأدوا الفتره اللي جايه بشكل يليق باسم النادي الاهلي. بس قلت حاجه انا عايز برضو يعني اعمل فلاش باك لدقائق بسيطه انت لسه قايلها من شويه، وانتوا بتستعدوا لمباراه برشلونه كان المفروض هيلعب اسلام الشاطر اصيب او كان لسه راجع من الاصابه، محمد بركات اصيب، كان احمد صديق بس الجهاز الفني شاف هيحطه في مركز تاني، برضو الكلام ده حصل في الجبهه اليمنى في الاهلي حاليا، احمد فتحي مش موجود، كان محمد هاني لفتره طويله ايضا كان مصاب مش موجود، لعبت حتى بكريم نيدفيد في مركز مش موجود، اكرم توفيق برضه واكرم توفيق لعب. هي الفكره بس انا عايز افكر الناس ان فكره الاصابه مش قايمه على جهاز طبي او مسؤول بشكل مباشر، في عوامل كتيره جدا. وانت بتتكلم في الاصابات دي في التوقيت ده يا احمد وانتوا بتلعبوا كان اصابات كتير كانت بتحصل، تعرض لعيبه لاصابات كتير نتيجه تلاحم مباريات، كنتوا بتلعبوا ساعتها خمس بطولات في السنه الواحده وكنتوا بتكسبوا حتى الخمسه انا فاكر في السنه ديت. لا السنه اللي انا كنت فيها كانت، واقول لك على حاجه برضو الناس ما تعرفهاش، ان احنا اللائحه بتاعه اللي كان حاططها مستر مانويل والكابتن حسام بدري ايام ما كان مدير كوره ومدرب عام ان انت بنلعب كل اربع مباريات ب 10 بونت، لو جبت ال 10 بونت تاخد مكافاه، ما جبتش ال 10 بونت مش هتاخد حتى، يعني انت كسبت مفيش مكافاه، مفيش مكافاه، لو جبت 9 بونت كسبت 3 مباريات وخسرت مباراه مش هتاخد مكافاه، اخر الشهر مش هتاخد مكافاه، لكن لازم تجيب ال 10 بونت، دي لائحه تحفيزيه للعيبه كلها. وهنا لما انا كلعيب بروح، انا جاي من اولمبي ورايح النادي الاهلي، فلما بشوف اللائحه دي طموحي اكيد بيعلى، لان انا عايز احقق انجاز، عايز احقق هدف ان انا عايز اجيب ال 10 بونت من ال 12. بونص بيجي لي كل فتره، بونص ال 10 بونت اللي هم الثلاث مباريات مكسب واحد تعادل، واحد تعادل. احنا يعني على ايامنا كان التعادل ده بمقامه خساره. أنا عايز أقول لك خصوصا إحنا بنلعب حرس الحدود، لو تفتكر المباراة اللي مستر مانويل اتنرفز فيها وقلع الجاكيت في استاد القاهرة، كانت في استاد القاهرة، كنا خسرانين 2-0، كنا كسبانين 2-0 حرس الحدود، والأداء ما كناش كويس جدا، ما كناش كويس خالص، فمستر مانويل اتنرفز علينا كسبانين 2، مستر مانويل اتنرفز علينا ونزل الأوضة، الراجل اتحول وعمال يعني مستر مانويل اللي كان بياخد زيرو، اللي كان بيديله زيرو، يعني تريكا ياخد زيرو، وائل جمعه ياخد زيرو، بركات بياخد زيرو،
فانا مستغرب يعني احنا كسبانين 2-0 ازاي كده. نزلنا الشوط الثاني مسكنا حرس الحدود كسبنا يعني جبنا جونين وكسبناهم 4 وباداء كنا مكسرين الدنيا. جينا ثاني يوم فمستغربين قال لنا انتم مستغربين ان انا عملت كده ليه واحنا كسبانين. قال لنا الاداء بتاعكم لو كنت فضلتوا الشوط الثاني بنفس الاداء ده كانت حرس الحدود هتكسبكم، وانا لو ما كنتش عملت كده ما كنتش هتحس بالمسؤوليه. فانا اضطريت ان انا اعمل كده عشان شفتوا الشوط الاولاني الفرق من الشوط الثاني. فهو ده هو ده هو ده النادي الاهلي، هو ده الطموح اللي جوه النادي الاهلي، هو ده الهدف اللي كان مستر مانويل عايز يوصله للعيبه كلها. هرجع لك لحته الاصابه وان انت ازاي تتاهل، مثلا احمد عادل اتعور مثلا او فلان اتعور او فلان اتعور، هي حته تدوير وان انت تبقى مهيئ اللعيبه كلها. في وجهات نظر مدربين كتير جدا ان انت بتعتمد على 11 لعيب. في مدرب سياسته كده ان هو بيلعب ب 11 وبيغير 3 وما بيغيرهمش، ال 14 ما بيتغيروش طول السيزون. كانت مهم جدا ان انت بتبقى مهيئ اللعيبه كلها، دي بترجع مدير فني، ترجع للجهاز الفني. ان انت بتبقى مهيئ اللعيبه كلها. حته التدوير دي كان مستر مانويل بيعملها معانا. يعني لما اسلام الشاطر مش موجود احمد عادل موجود، لما بركات مش موجود فتحي موجود، لما فلان انيس مش موجود حسن مصطفى موجود، لما شاوي مش موجود حسام عاشور موجود. فانت بتهيئ اللعيبه كلها ان هي تشارك، عشان كده ما بتحسش بفرق بين اللي بينزل وبين اللي قاعد احتياطي وبين اللي بيبدا. صدفت في مره كل دول مش موجودين؟ لا لا خالص خالص. انا بقول لك حاله غريبه جوه النادي الاهلي. الليفل بقى المره دي كان مختلف. مختلف جدا. انت عندك من اهم، انت عندك القوام الاساسي النادي الاهلي مصاب. اللي انت بتبني عليه فرقه، القوام اصلا مصاب. فانت ازاي هتقوم تقف بفرقه مثلا لو عندك 6-7 لعيبه من القوام الاساسي بتضيف عليهم 2-3 تغييرات او اي لعيبه تانية، انت عندك القوام اصلا مصاب. فمش انت بتلعب هاني سيرد باك، فمش مركزه خالص، فبتبقى مضطر. لكن ارجع لك في الكلام ان انت بعد يناير هنشوف النادي الاهلي بشكل مختلف. بعد فتره الانتقالات والاستقطاب والتدعيم بتاع النادي الاهلي اكيد 100% بطمن الجماهير ان انتوا هتلاقوا الاهلي شكل مختلف. تمام. طيب المسابقه السنه دي الدوري العام بشكل في التوقيت الحالي بالمنافسه اللي موجوده في المراكز المتقدمه او حتى في ترتيب عدد الفرق في الجدول، جدول غريب، مسابقه غريبه، هل ده راجع لقوه البطوله ولا انت شايفه ازاي؟ لا انا ماسك الجدول امبارح مستغرب جدا من شكل الجدول. الجدول زي ما انت بتقول غريب جدا. الاسماعيلي في ديل الجدول في اخر الجدول، المصري في اخر الجدول، انبي في اخر، بتروجيت اخر الجدول. حاله غريبه جوه، حاله غريبه جوه الدوري المصري. على ما اعتقد برضو ان الفرق الكبيره هتقدر ان هي تستعيد نفسها تاني بتدعيمات. نشوف المصري امبارح بيأدي بشكل جيد قدام بيراميدز، نتيجه ايجابيه، محقق نتيجه ايجابيه، بيبقى خسران 3-1 وبيرجع. اكيد كل مدير فني محتاج فتره توقف، وخصوصا كان مع المصري الكابتن ايهاب مأدي بشكل جيد، كان محتاج فعلا ان هو فتره توقف ان هو يستعيد اوراقه تاني. كل الفرق الكبيره دي اكيد هتعمل تدعيمات لصفوفها، وهنشوف. انا وجهه نظري انت هتشوف الدوري المصري الدور الثاني غير الدور الاولاني خالص، وان كل الفرق دي اللي تحت في اخر الجدول هتقدر ان هي تاخد مراكز متقدمه. طيب في التوقيت الحالي في استراحه محارب بالنسبه للنادي الاهلي، خلاص عنده مشوار افريقي، عنده مباراتين في اقل من اسبوع خلال الفتره القادمه، هيلعب امام فيتا ان شاء الله يوم السبت القادم في برج العرب، لكن اقل من اسبوع بعدها يوم الجمعه مباشره يوم 18 يناير هيسافر الجزائر امام الشبيبه الجزائري. استراحه محارب فريق النادي الاهلي في التوقيت الحالي ما بين مباريات محليه ومباريات افريقيه، بعد عدد من المباريات المحليه الفتره الاخيره هياخد فتره كده حوالي اسبوع 10 ايام مباريات الافريقيه. شايف ان اللاعب النادي الاهلي ازاي يغير تفكيره وتركيزه من بطوله لبطوله ثانيه في وقت قصير عشان يقدر ينجح في كل هذه البطولات؟ وانا تحديدا بسالك السؤال ده لانك من ضمن اللعيبه اللي لعبوا مع النادي الاهلي 5 بطولات في موسم واحد، وكنتوا بتلعبوا على الخمسه، وفي سنه من السنين كسبتوا الخمسه، مش هقول كسبتوا 4، لا كسبتوا الخمسه. فازاي جاء لاعب النادي الاهلي بيفكر ويغير تفكيره من بطوله لبطوله؟ بص هو بيرجع لهدف اللي بيبقى جوه الفرقه، الهدف اللي هو انا بلعب اي مباراه افريقيه في كاس مصر، كاس في بطوله عربيه، في دوري عام، انا بلعب على المكسب. انا شايف ان كان دافع كبير جدا للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قبل مباراه تافيتا كلوب المكسب نادي سموحه، كان مهم جدا زي ما بقول لك، مكسب معنوي، مكسب معنوي، يعني يرجع ثقه اللعيبه في نفسها، يرجع ثقه الجماهير في المباريات الافريقيه. كان مهم جدا ان انت تحقق نتيجه ايجابيه
مش ان انت تأدي قصاد نادي سموحه انت تحقق نتيجه ايجابيه ترفع معنويا من 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 روح المعنويه للعيبه وللجهاز، واكيد الروح اللي بتبقى جوه اللعيبه وخصوصا دي بيبقى ليها دور من اللعيبه الكبيره جوه الفرقه، ان انت بتوصل حتى للصفقات الجديده او حتى لسه اللعيبه اللي ما شاركتش بصفه اساسيه، ان انت مهم جدا ان انت بتلعب اي مباراه انت عايز تحقق المكسب، سواء في الدوري في كاس في بطوله افريقيه احنا بنلعب على المكسب، وخصوصا انت بتلعب بره ارضك جوه ارضك انت النادي الاهلي انت على طول بتلعب على المكسب، انت ما بتقبلش باي نتيجه ثانيه، فدي الروح اللي لازم تبقى جوه اللعيبه يعني. مباراه افريقيا بقى الفتره القادمه تبدا دور المجموعات، ممكن انضمام رمضان صبحي للقائمه الافريقيه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، تدعيم اكيد هيبقى في تدعيمات لان عندك 7 اماكن في القائمه الافريقيه هتدعم فيهم حتى اخر يناير. مباراه فيتا شايفها ازاي؟ المباراه الاولى على ارضك، فريق كان وصل نهائي الكونفدراليه الموسم الماضي وصيف البطوله، شايف قوه هذه المباراه ومدى استعداد الاهلي والفوز باول 3 نقاط؟ اكيد مباراه مهمه وخصوصا بتلعب مع الوصيف لبطوله الكونفدراليه، فيتا كلوب فرقه قويه جدا، اكيد الجهاز الفني مستر لاسارتي دارسين الفريق بشكل جيد، وعلى ما اعتقد ان النادي الاهلي المباراه في اسكندريه فهم مركزين بشكل كبير جدا، مش عارف النادي الاهلي هل رجع من اسكندريه او لسه موجود هناك في معسكر مغلق، لكن اكيد بيحضروا الجهاز الفني محضر للمباراه بشكل جيد، اكيد مباراه صعبه ما فيش شك، اتمنى لهم التوفيق طبعا ان شاء الله. تمام، المباراه في حد ذاتها شايف ان 3 نقاط مهمه في البدايه، لكن بشكل عام ان الاهلي اذا قدر ان شاء الله يتخطى هذه المباراه ويحقق 3 نقاط في اقل من اسبوع مسافر الجزائر، مباراتين يفرقوا بشكل جيد في بدايه المشوار ولا المشوار طويل؟ لان لو قسنا على ده بالسنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت اول مباراتين حققت نقطه، لكن عرفت تعمل نتائج كويسه وريمونتادا في البطوله وحققت 4 انتصارات متتاليه وتاهلت كاول المجموعه. اكيد انت لو حققت نتيجه ايجابيه في انت من مباراه لمباراه وطول ما انت بتحقق المكسب معنويا انت بتعلى، وخصوصا انت لما بتحقق مكسب لو حققت من ربنا كرم وحققت مكسب على فيتا كلوب اكيد هيسهل لك معنويا شويه ان انت تطلع تعمل نتيجه ايجابيه في الجزائر، وده اللي اتمناه طبعا للنادي الاهلي، وخصوصا محتاجين جماهير نادي الاهلي تفرح وان شاء الله يبقى بدايتها مع مباراه فيتا كلوب ان شاء الله. فكره ان التذاكر يمكن عايز اقول لك معلومه بصراحه، يعني الرقم او سعر التذكره اللي سمعناه في الساعات الاخيره بيرجعنا لايام زمان، ايام الجميله لما كان الجمهور النادي الاهلي بيملى الملعب بالكامل. سعر تذكره مباراه فيتا هتكون 10 جنيه. شايفها ازاي كرساله للجمهور، جمهور النادي الاهلي؟ معناها ايه؟ او انت كلاعب شايف اداره النادي بتطرح سعر التذاكر لمباراه قادمه ب 10 جنيه في توقيت ان التذاكر دلوقتي وصلت ل 50 و75 و100 جنيه. لا انا عايز اقول لك مباراه النادي الاهلي اللي في اسكندريه حتى بالذات انا بقى متواجد فيها. بتروح يعني مباراه الاهلي في اسكندريه؟ بقى متواجد فيها. مجلس اداره النادي الاهلي بيبقى حريص جدا ان جماهير النادي الاهلي لازم تبقى موجوده في الاستاد، ده اللي انا عايز اكد عليه، مهم جدا ان انت كجماهير النادي الاهلي انت تبقى موجوده في الاستاد، زي ما بقول لك مهم جدا اللعيبه تحس بيك في المدرج، ده بيحط عليهم مسؤوليه، وعايز اقول للعيبه مهم جدا انت تتحمل، هي مش ضغوط هي مسانده من جماهير النادي الاهلي، فده مهم جدا ان انت تطرح التذكره ب 10 جنيه انت عايز جميع فئات المجتمع تبقى موجوده جوه الاستاد، وعايز اقول لك محبين النادي الاهلي على مستوى مصر حتى لو التذكره ب 100 جنيه هيشتروها وكلهم هيبقوا موجودين في الاستاد، فحاجه ايجابيه طبعا تضاف لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيدي زي مؤشر كده ان الجماهير كله لازم يبقى موجود. وانا بختم معاك حواري اتكلمنا مع بعض قبل ما نبدا الفقره بتاعتنا والحلقه، فاجئتني بفكره انت بتشتغل عليها الفتره الحاليه، بعد ما اعتزلت وبطلت خلاص كوره اتجهت للاداره واشتغلت كمدير كوره في نادي الاولمبي، تكلمنا عنها برضو في ايجاز، لكن دلوقتي بتفكر في انشاء نادي وانك تكون فرقه كوره وفريق نادي يشتغل الفتره الجايه ويبدا من الدرجات الادنى عشان يتواجد في الدوري الممتاز. الفكره دي جات لك ازاي؟ ووجودك كمدير الكوره للنادي الاولمبي في التوقيت السابق في الفتره الاخيره وقبل ما تفكر في الفكره ديت؟ والله يمكن انا بص في ايجاز كده، يمكن انا اول ما بطلت كانت ناس كتير قوي تقول لي طب خش الناحيه التدريبيه، بس انا كنت بفكر حته الاداره يعني دي اللي انا شايف نفسي فيها. كنت موجود مع النادي الاولمبي كمدير كوره على مدار 6 شهور الحمد لله، يعني فتره انا راضي عنها لكن ما حققتش الهدف بتاعي او النجاح بتاعي في المكان ده لتفاصيل انا مش حابب اتكلم فيها، لكن انتقل للموضوع الثاني، الحمد لله ربنا كرمني وعندي الشغل الخاص بتاعي نادي صغير، انا بحاول الفتره دي ان انا اكبره، بحاول ان انا
اشهره وان انا اخش في مسابقات، ده مهم جدا، وخصوصا ان انا فضلت ان انا اعمل النادي ده في المكان اللي انا اتربيت فيه في الدخيله. كان مهم جدا ان انا يعني يبقى ليا دور مع اهل الدخيله بالذات، ان انا ابقى يعني ابقى سبب في ان ناشئ واثنين وثلاثه يطلع من هناك. ده الشغل الخاص بتاعي اللي انا ان شاء الله بحاول ان انا اكبر فيه، وان الفتره اللي جايه هيتم اشهاره ان شاء الله وماشي في اجراءاته. كنت لامس التجربه من مستر ماجد سامي في دجله، هو بدا برضه صغير بنادي صغير وبعد كده بدا يكبر الموضوع. ده طموح وهدف عندي ان انا يا رب ان شاء الله، ان انا بحب اخد الموضوع ستيب باي ستيب خطوه خطوه، ان انا اقدر اكبر النادي ان شاء الله ويبقى ليه دور ان شاء الله. كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي، مهم جدا المسانده، وزي ما انتم بتقولوا على الحلوه والمره معاه، دي المره مهم جدا ان انتوا تبقوا واقفين ورا لعيبه النادي الاهلي ورا الجهاز الفني النادي الاهلي، وده اللي انتوا على مدار سنين معودنا عليه. انتوا اللعيب رقم واحد، واحنا كلنا كمحبين نادي الاهلي ولاعيبه في النادي الاهلي متعودين منكم على كده. انا عارف واثق 100% ان انتوا هتبقى قد المسؤوليه، واللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني قد المسؤوليه، حاسين بيكم الجهاز واللعيبه، بتكلم مع لعيبه كتير من ضمنهم حسام عاشور، حاسين بيكم عايزين يعملوا لكم احسن حاجه. مهم جدا ان انتوا تساندوا الفتره اللي جايه، واكيد النادي الاهلي الفتره الجايه هيقدر يسعدكم وهيبقى على قد المسؤوليه ان شاء الله. ابو حميد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، بقالي كتير ما شفتكش بس نورتنا وشرفتنا النهارده في قناه الاهلي، فكل التوفيق ليك وفي تجربتك الجديده باذن الله، يكون نادي مشرف متواجد في الدوري الممتاز، منافس كمان زي الانديه المتواجده حديثا في الدوري الممتاز. يا رب، وانا سعيد ان انا موجود معاك، ودايما انت متالق على شاشه النادي الاهلي، وببارك لك طبعا على الظهور الجديد ليك، ومسيره ان شاء الله تقدر توفق فيها ان شاء الله. الله يخليك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. كان معانا احد نجوم فريق النادي الاهلي السابقين اللي كان متواجد في مركز الظهير الايمن في منافسه صعبه جدا، اسلام الشاطر، محمد بركات، احمد صديق، ايضا كمان من اللاعبين اللي كانوا متميزين اللي متواجدين داخل صفوف فريق النادي الاهلي، لكن الاصابه برده كان لها دور كبير جدا في رحيل احمد صديق في فتره من الفترات. كل التوفيق لاحمد عادل في تجربته الجديده. شخصيه النادي الاهلي فرقت بشكل كبير جدا مع احد اللاعبين اللي لعب في النادي الاهلي، حتى لو قعد في النادي الاهلي سنه او سنه ونص زي احمد عادل، لكن كل التوفيق ليه يا رب في المرحله القادمه. قبل ما اطلع لتقرير واستعد للفقره الثالثه مع زميلي عمر ربيع ياسيني، بالتاكيد بيستضيف نجم كبير جدا الكابتن ريعو. النهارده كانت في زياره مهمه جدا لرابطه النقاد الرياضيين، المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين بعد الانتخابات الاخيره التي اجريت في الاسبوع الماضي، بالتاكيد النهارده زيارتهم داخل النادي الاهلي وتهنئه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لاعضاء المكتب التنفيذي على فوزهم بهذه الانتخابات، وبالتاكيد هيكون لهم دور كبير جدا خلال الفتره القادمه في مساله العمل الاعلامي ودور النقاد الرياضيين، اللي بالتاكيد المنظومه كلها على بعضها متكامله، سواء نقاد رياضيين او اعلام مرئي او مسموع، مع ايضا كمان الانديه والاتحادات الرياضيه. في الاخر كل ده بيصب في مصلحه الرياضه المصريه، وبالتاكيد بيهمنا بشكل خاص كمان النادي الاهلي. اخرج الى هذا التقرير تهنئه مجلس اداره النادي الاهلي للمكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين، وبعد هذا التقرير زميلي عمر ربيع ياسين والفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله مع الكابتن رياض. اولا لازم يعني اهني رابطه النقاد الصحفيين بالمكتب التنفيذي الجديد بقوام الجديد، وانت زي ما انت شايف الاستاذ حسن خلف الله رئيس المكتب التنفيذي والزملاء سواء النائب او امين صندوق او فريق العمل اللي هو دخلوا مع بعض انتخابات وخاضوا انتخابات بشكل محترم ونجحوا النهارده، عندهم هدف، عندهم طموح عايزين يحققوه، عندهم طاقه عايزين يعني يغيروا الشكل العام، وهو ده الجميل فيه اللي احنا لسه كنا بنقوله واحنا قاعدين في القعده. في اجيال بقى بتسلم بعض بجد بشكل محترم، النهارده كان في عندك قامات في النقد الرياضي، النهارده في اجيال بتستلم من القامات اللي موجوده دي، وهي دي سنه الحياه. طب ازاي يبقى في تعاون؟ خلينا نتفق دايما زي ما احنا قلنا، النهارده الاعلام الرياضي بقى اهم في الشارع المصري والساحه العربيه والساحه الافريقيه، الاعلام الرياضي بقى مهم جدا جدا جدا. فاذا ما كانش انت النهارده في تعاون بينك وبين الصحافه الرياضيه بشكل عام، الصحافه الرياضيه النهارده بتاثر على اجيال كامله طالعه بتخدم بلدها. ازاي انت النهارده دورك كمهم كراجل صحفي ازاي توصل المعلومه للولد الصغير، وخصوصا انت النهارده المتابع للصحافه الرياضيه مش سن، انت بتتابع الصحافه الرياضيه من الاطفال الصغيرين عشان خاطر الحركه اللي احنا شايفينها، وبتابع الماتشات محمد صلاح، يتابعوا الرموز الرياضيه الاهلي الزمالك. اذا كان انت النهارده ما استغلتش الاجيال الصغيره دي، وازاي تبقى في نشأة
عنده ثقافة رياضية محترمة، عنده ثقافة ازاي يحب بلده، ازاي يحب ناديه، ازاي ينتمي، دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده النهاردة احنا على طول بنمد ايدينا رابطة النقاد الصحفيين لان عليها دور مهم جدا، والنادي الاهلي طبعا كأكبر مؤسسة رياضية برضو عليه عامل ودور مهم جدا، ازاي يبقى في تنسيق بيننا وبين رابطة النقاد الصحفيين اللي انا اسهل للصحفي اللي موجود، وخصوصا النهاردة عندك الصحافة بقت الإلكترونية والسوشيال ميديا والصحبات في رتم سريع جدا، الصحفيين بقوا كتار جدا كلهم شباب في يعني في مقتبل العمر زي ما بيقولوا، كلهم متحمسين، كلهم عايزين يحصلوا على المعلومة. النهاردة الصحفي شغلته المعلومة، شغلته المصدر، بس ازاي النهاردة تخلق نوع من الاحترام بين الصحفي وبين المصدر، ازاي تخلق نوع من الاحترام بين الصحفي والحياديه في المهنيه واللي هو يقول الراي المحترم او بينقد النقد المحترم اللي فعلا بيبقى فيه نوع من البناء، وازاي النهارده نخرج بقى نخش في حته ثانيه خالص اللي هي التبجح او قله الادب او الاسقاط اللي هو ملاش له هدف الا التشويه او التجريح. فطبعا انا سعيد جدا بكلام الاستاذ حسن خلف الله النهارده اللي قاله، سعيد جدا بالزملاء كلهم الرابطه اللي قالوا النهارده برده، عشان كابتن خطيب موجود النهارده حكى لهم برده مواقف ازاي النهارده من نقد اتنقدوا في بدايه عمره وهو بيلعب كوره من اكبر قامات اعلاميه الاستاذ حسن المستكاوي والاستاذ مجيد نعمان، حولته النهارده ازاي اللي هو بقى كابتن محمود الخطيب. فازاي يعني الصحفي النهارده عارف كويس قوي الكلمه اللي بتقولها انت ممكن تخليني النهارده احسن مدير في الدنيا كلها، وممكن تخليني النهارده فاشل، ازاي تنقدني اللي انا اتحرك، ازاي تنقدني اللي انا ما يجيليش احباط، هي ده اللي احنا بنتكلم فيه بدون تجريح. فطبعا النقد ده مهم جدا، النقد الرياضي ده مهم جدا، الاعلام مهم جدا جدا، وهرجع اقول تاني الاعلام الرياضي مستحوذ على 90% من الشارع المصري، 90% من مختلف الاعمار السنيه، لازم يبقى احنا كلنا متجهين في هذا الاتجاه، سواء انديه عندها دور مهم جدا ودور مؤسسي في يعني هقول ايه، انت بتزرع في وسط اجيال طالعه جديده ازاي الانتماء، ازاي يحب بلده وازاي يحب ناديه، وفي نفس الوقت الصحفي هو الوسيله زي المدرس في المدرسه زي المدرب في النادي، هو الوسيله اللي هتوصل للعقل بقى، عقل الطفل ده وعقل الشاب دوت، ازاي يبقى عنده انتماء لناديه، عنده انتماء لبلده، فربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. طبعا هي دعوه كريمه من النادي الاهلي، بنشكر المسؤولين عليها ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان هو كان في انتظارنا ودعينا دعانا واحنا لبينا الدعوه، وبنشكرهم على هذه اللفته الطيبه. طبعا ان شاء الله دي بعتبرها بدايه طيبه لتعاون مثمر، وتعاون هيكون في الفتره الجايه على اعلى مستوى. النادي الاهلي مؤسسه محترمه، مؤسسة عظيمة الناس كلها بتفخر بيها، وواجهة محترمة للرياضة المصرية، وبالتالي هي حريصة ان تكون صورتها في الاعلام صورة مشرفة. سعوا ان هم يدعونا للقاء محترم بنشكرهم عليه، وبداية تعاون مثمر. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، لان الاعلام لا ينفصل عن المؤسسات الرياضية. فالمطلوب في الفترة الجاية نتعاون عشان نضبط الاداء شوية، نضبط اداء الاعلام، لان حتى لو في سوء فيه نحاول نصلحه بشكل محترم، ما يكونش المسألة احنا في جزر منعزلة عن بعض، لابد ان احنا نقرب ونتقارب ونتعاون، عشان في النهاية الصورة هتبقى جيدة للرياضة المصرية بشكل عام، مش للإعلام ولا للمؤسسات. فالصورة دي مطلوبة والتقارب مطلوب، وانا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكر الكابتن محمود الخطيب، كل المسؤولين في النادي، كل زملائنا الإعلاميين اللي بيقوموا بدور محترم في النادي الأهلي، احنا في ظهر نتمنى يكون معانا، نتمنى نقدم صورة محترمة في الفترة المقبلة ان شاء الله. عندنا رغبة، عندنا حماس، وهنقدم وهنشتغل بشكل كويس جدا ان شاء الله. وابرز مدار ان تاكيد النادي الاهلي ورغبته على التعاون مع رابطة النقاد الرياضيين او الصحفيين الرياضيين، لاننا بنمثل زمايلنا قبل ما بنتعامل مع نفسنا. فما دام زمايلنا او زملائنا في الاعلام الرياضي او في الصحفيين الرياضيين هيتعاملوا وهيجدوا التعاون المستمر، ده امر جيد جدا، وهو ده اللي بنسعى من خلاله. فانا شايف ان المضير او مدار اليوم ان اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تكلم بصراحه ان هو مدد ايده للتعاون، هيكون في الفتره الجايه ان شاء الله الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون والتفاهم بين اداره النادي واداره الرابطه، هيكون في عمل مثمر، هيكون في محاوله لضبط الامور بشكل جيد حتى لا يحدث اضطراب في التعامل بين الاهلي والصحفيين الرياضيين. هو ده اللي كان مثمر في هذه الجلسه، هو ده روح التعاون اللي كانت ظاهره من كل المسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد دي مش اول لقاء، دي بدايه. الفترة الجاية هنتعاون بشكل كويس في كثير من الأشياء الجيدة اللي هتساعد زملائنا في أداء عملهم بشكل جيد داخل النادي الأهلي. هنبعد عن الخلافات والمشاكل، هنمد إيدينا للتعاون، تصحيح الأوضاع،
يبقى في تعاون، حتى لو في اي سوء فهم في اي شيء نحاول نصلحه، نحاول نكون همزه وصل بين زملائنا وبين مجلس اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي ابدى بشكل جيد استعداده. فهذه الروح الطيبه وهذا التقدير والاحترام لابد ان يقابل بمثله، وهذا اللي هنشتغل عليه في الفتره الجايه. هو في طبعا بعض الاشياء اللي بتكون خارجه عن النطاق المألوف في الصحافه، وده أمر وارد وأمر شرعي، بس عشان نتجاوز هذه الأشياء أو نقدر نساعد في ضبط هذا الأداء الصحفي، يعني الأداء الإعلامي ليه ناس بتضبطه وفي هيئة وطنية للإعلام بتتعامل، لكن الأداء الصحفي إحنا كدورنا إن إحنا نحاول نضبط هذه المنظومة بشكل جيد. فعشان نأدي دورنا بشكل جيد لازم إن شاء الله في الفترة الجاية قنوات الاتصال اللي هتتفتح هتقلل من ذلك، هتقلل في توفير تسهيل وصول المعلومة بشكل صحيح، أو نقدر نساعد زملائنا إن هم برضو ما يتلقوش المعلومة غير من مصدرها الصحيح. كل ده هيتأتى إما يحسوا أو يشعر الصحفي إن في رابطة قوية واقفة في ظهره بتحميه، بتحافظ عليه، بتحافظ على حقوقه، بتحاول تحميه مهنيا، وبتحاول تحفظ كرامته في التعامل مع الأندية والمؤسسات الصحفية. وفي نفس الوقت ما يلاقي تعاون من المؤسسة الصحفية هيقدر ان هو يكون حذر وهينتمي وهيمشي في الإطار الجماعي اللي كنا هنبنيه في الفترة الجاية من خلال ان شاء الله يكون في لائحة داخلية للرابطة هنحاول نعدها بشكل جيد، لن نسمح بأن نقلل من قيمتنا ولن نسمح للآخر أن يقلل منا. فبالتالي هو ده اللي هنشتغل عليه في الفترة الجاية، وأعتقد ده هيقلل تدريجيا مع الوقت كل هذه الأشياء أو الصعوبات أو بعض المعلومات الخاطئة اللي بيتم نشرها دون التحقق منها. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثالثة من الاهلي الليلة. اكيد طبعا هي يعني فقرة خاصة بالكرة العالمية، لكن كرة عالمية، هتكون فقرة حوارية مع واحد من نجوم مصر المميز جدا في قطاع الناشئين، وخرج اجيال يعني نادي المقاولين ولمنتخب مصر، وكمان واحد من مكتشفي محمد صلاح اللي بيشرفني وبينورني، الكابتن ريعو رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. كابتن ريعو ازي حضرتك؟ اهلا بيك، شرفنا يا كابتن. الله يخليك، شرف ليا. وحشنا طبعا، واحنا بنتشرف ان حضرتك تكون موجود معانا. وهنبدا طبعا ان احنا نبارك لنجمنا المصري محمد صلاح لليوم الثاني على التوالي بيحصد جائزه اخرى، وجائزه الابداع الرياضي من طبعا سمو الشيخ محمد الراشد. طيب طبعا محمد صلاح يبقى الكابتن ريعو، يبقى نادي المقاولين العرب اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي بيحصل واللي بيتحقق لمحمد صلاح. لكن محمد صلاح يا كابتن اكيد عقليه مختلفه، واكيد حضرتك كنت لامس عقليته لما كان موجود تحت ايد حضرتك في قطاع الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل محمد صلاح الحقيقه احنا بنهني مصر وبنهني نفسنا الاول طبعاً. على الله يخليك. انا لعبت دوري الطبيعي اللي بقدمه لنادي المقاولين العرب وبقدمه لمصر في الاخر، لانه الحمد لله محمد صلاح دلوقتي اصبح ايقونه مصريه يعني، ولا بد من يعني تعمل في سبيله كل حاجه عشان نقدر نستغل فتره نضجه الموجود ده دلوقتي وهج تالقه، ان مصر تستفيد ازاي من كابتن محمد صلاح. طبعا انا عايز بس اقول مره عندنا هنا في قناه الاهلي القصه الحقيقيه لمحمد صلاح، لانه عارف حضرتك النجاح بيبقى له تملي للاسف الشديد ألف صاحب طبعا، انما الهزيمه طبعا بتروح تملي برضه على المدير الفني او المدرب او الكلام ده كله. انا كنت موجود في الفتره من 2004 ل 2008 مدير قطاع الناشئين، قبليها كنت ماسك مدير قطاع الكره في المقاولين العرب، الفريق كبير بقى سنه 85، الفريق بقى العظيم بقى بيل انطوان وعبد الرزاق وسعيد الشيشيني وجمال سالم وزمزم وناصر محمد علي وعبوده ونبيل ابراهيم وخالد عصمت وكل الناس اللي انت حضرتك، نبيل عمار، نجوم يا كابتن. نعم نجوم طبعا، نجوم اساطير الحقيقه طبعا، محمد رضوان مجموعه كبيره جدا يعني الحقيقه. فده الكلام ده كان سنه 85، والفتره الخصبه بقى اللي بقول لحضرتك عليها كانت من 2004 ل 2008، اللي هي طبعا كان فيها حقبه محمد صلاح والنني والمجموعه يعني.
الحقبه الاخرانيه الثالثه، ولا كان ليها الشرف طبعا بعد التشريف بهذا المركز اللي من ست اشهر فاتوا ارجع بقى اقطع الناشئين ثاني طبعا. قصه محمد صلاح الحقيقيه اللي ما لهاش ثاني ومحدش يقدر. انا يمكن قدام حضرتك يمكن بس مستند، لان كان كل شغلنا بالمستندات، احنا ما عندناش شغل كده يبقى شفوي او حاجه. حتى لغايه دلوقتي احنا نتملي كل شغلنا بندمج الخبره العمليه بالخبره العلميه، ولذلك كل يعني في كل التشكيل بيبقى لازم لا مستشار علمي للقطاع او مستشار او نائب رئيس القطاع للتخطيط والاداره او مسؤول الطب الرياضي، مسؤول تخطيط الاحمال، الكلام ده كله. معنا نخبه مميزه جدا من مدربينا يعني العظام الفنيين اللي موجودين في القطاع ككل. فقصه محمد صلاح انا بعد ما جيت كنا بنعمل تملي بتاع يعني بنعمل حاجات غير تقليديه طبعا، عشان عايزين نعمل تطوير للقطاع، فلازم برضو تدور على حلول غير تقليديه للناس كلها ماشيه. فطبعا كان ابتدت موضوع الاكاديميات يعني الحاجات اللي ما كانش على اسس سليمه، واغلبها كان الناس بتفتح اكاديميه عشان يعني مش الاساس نمره واحد يطلع منه لعيبه تفيد النادي او تفيد المنتخب بعد كده. احنا بقى عملت ديل مع في فتره وجود المهندس محمد ابراهيم محلب والمهندس محمد عادل فتحي ومجلس اداره موقر في الوقت ده، كان عملنا قلت لهم هنعمل مشروع احنا نصرف عليه بالكامل بقى، ما ناخدش اشتراكات ولا يعني نخلي الناس يعني تتحمل مشقة اي حاجة. تمام. فاتفقت عملت مشروع اسمه اكتشاف ورعاية الموهوبين، وخدت عليه موافقة مجلس الادارة في وجود المهندس ابراهيم محلب والمهندس محمد عادل فتحي واعضاء المجلس كلهم. عملت واحد في الوجه البحري بيشمل محافظات المنوفية، الوجه البحري المنوفية والغربية والمنصورة، ومقره في طنطا، لان احنا عندنا فرع في طنطا اسمه عصمصون طنطا يعني المقر ده. كل انت عارف مقاولين العرب ليها في كل محافظات مصر طبعا فروع يعني طبعا. والجزء الثاني كان شمال الصعيد، كان في المنيا وكان في اسيوط. بتاع شمال وجه بحري او وسط وجه بحري اللي هو عصمصون طنطا ده، قلنا عملنا ديل مع الفرع نفسه بتاع الشركه ان كل حاجه هنعملها احنا في 50% لينا، احنا نادي الام طبعا جوه، وفي 50% بقى لما بيجيبوا لنا اللعيبه ويصرفوا عليهم، لانه احنا اللي بنصرف البدلات وكنا بنصرف التغذيه وبنصرف الملابس كل حاجه كامله بدون محمل القطاع بتاع الام اللي احنا في المقاولين العرب جوه القاهره، اي تكلفه الفرع بيصرف وبعامل الديل اللي معاهم دول. تمام. فصاحب النجاح الحقيقي في محمد صلاح هو ثلاثي لا يتغير. يعني كان نادي المقاولين العرب ده اساسا بما فيه الفرع بتاع عصمصون طنطا، ومشروع كان فيه دوري بتاع المدارس وما زال بقى لنا 15 سنه لجنه الخبراء في هذا المشروع. دي صوره محمد صلاح طبعا في دي لما جه ودخل وشفنا طبعا كل مميزاته وموهبته كراجل تالنت. يعني اول ما حطيناه في فريق اسمه فريق الامل اللي احنا بنعمل مشروع تاني زيه كمان مؤقت. محمد صلاح كابتن ريعه هو اللي عليه السهم الساده المشاهدين ده. فريق المقاولين العرب ده مواليد 92 طبعا، وكان ساعتها تحت 13 سنه طبعا. فده محمد صلاح اللي السهم الابيض عليه، وده بياكد الكابتن كلامنا الكابتن ريعه. طيب استاذن حضرتك يا كابتن، هنروح ل طيب خلاص كان معانا مداخله تليفونيه هنرجع ليها تاني، لكن كابتن ريعه عايز اخد حضرتك ونكمل سيناريو اكتشاف محمد صلاح او المشروع اللي حضرتك ورعاية الموهوبين. طبعا ده كان مشروع زي ما حضرتك قلت كان في طنطا وكان ليه ابعاد وكان ليه اتفاقات، وبالتالي هل بقى حضرتك محمد صلاح ازاي بقى لقطوه؟ ازاي حصل ان هو جه نادي المقاولين؟ ما هو نادي المقاولين طبعا زي ما بقول لحضرتك هو ثلاثي نادي المقاولين ودوري بيبسي بتاع المدارس تمام. وبقى له 15 سنه على فكره الدوري ده ما زال مستمر طبعا. ولجنة خبراء الأساسية اللي في المشروع ده طبعا هو طبعا ثلاثي في المشروع ده، ده في عندك وزارة التربية والتعليم ده أهم طبعًا حاجة طبعا.
ونمر اتنين خرج نجوم الدوري المدارس ما خرجش محمد صلاح خرج نجوم خرج كل دوري طبعاً كلهم خرج نجوم لعيبه كره 12 منتخب مصر طبعا كانوا بيلعبوا في المونديال اللي فات طبعا خريجين برده دي حقيقة وطبعا كان مهم جدا في القطاع مع وزاره التربيه والتعليم اللجنه بقى المنظمه الدينامو في المشروع كله الاستاذ محمد طويله طبعا في واحنا الضلع الثالث بتاعه اللي كان اهم حاجه في الموضوع برده مع الاستاذ محمد طويله ومع وزاره التربيه والتعليم خبراء اتحاد الكوره طبعا لجنه الخبراء دي بيرأسها وما زال حتى الان ربنا يديله الصحه وطول العمر دكتور طه الطوخي وانا نائب رئيس اللجنه ومعانا طبعا كوكبه كانت بقالنا 15 سنه على التوالي موجود معانا كان الله يرحمه كابتن صفوت عبد الحليم وموجود معانا مصطفى رياض وموجود معانا جمال عبد العظيم وابراهيم عبد الصمد كابتن سطوحي يعني مجموعه متالقه جدا وما زال هذا المشروع مستمر حتى الان بين اللي خرجوا دول كلهم فانا لما ده كان محمد صلاح لعب في دوري المدارس وخد شهاده اللي احنا بنمضي عليها بتاعه الامتياز والكلام ده كله طيب نادي المقاولين العرب بعد استاذنك يا كابتن يعود روح للاستاذ طارق قنديل على التليفون عضو مجلس اداره نادي الاهلي واللي مشرفنا ومنورنا على التليفون استاذ طارق تحياتي وتحيات الكابتن يعود حضرتك الو 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 كابتن عمر استاذ طارق ازاي حضرتك كابتن عمر بيك والاسره القناه وتحياتي للكابتن ريو طبعا استاذ طارق حضرتك من الاعضاء اكيد المؤثرين داخل عضويه او لجنه العضويه في النادي الاهلي فطبعا احنا سامعين عن الاقبال الشديد جدا على عضويه النادي الاهلي في فرع التجمع الخامس عايز اعرف من حضرتك الاخبار وايضا عايز اعرف بقى من حضرتك شخصيا تقول لي كيفية الدفع وإزاي بيتم يعني حاليا استقبال رسوم الاشتراك وأنا عارف أن بيكون في مميزات قبل ما عضو النادي قدامه فرصة لحد شهر فبراير أن هو يقرر أن هو يشترك فيكون ليه مميزات كتير فحابب أعرف من حضرتك كل حاجة خاصة بالتجمع الخامس هو طبعا الحمد لله أن كده يعني النادي الأهلي بيبقى لنا الشرف وجودنا أن هو في الفرع الرابع تمام للنادي الاهلي في القاهره الجديده تمام الحمد لله المكان بعد جهود كتيره قوي اتبذلت من خلال كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المكان مميز جدا الفرع الجديد في القاهره الجديده مساحه نفسها تقرب من 50 فدان متواجد مكان استراتيجي في قلب القاهره احنا بعد الجمعيه العموميه الاخيره تمام. اللي قدمنا فيها اللي هي الاشتراكات الموافقه على فتره من الاشتراكات وعدد الاعضاء اللي هنقوم بقبولهم في سواء في الشيخ زايد او في القاهره الجديده او في النادي بصفه عامه يعني. مجرد ما فتحنا باب الاشتراك في القاهره الجديده وحصل اقبال غير طبيعي الحمد لله. تمام. يعني عده لجنات انعقدت حضرتك عارف المسؤول رئيس لجنه العضويه الاستاذ ابراهيم القطراوي طبعا ان احنا معاه عده جلسات انعقدت متعدده خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بالنسبه لاختيار الاعضاء الجدد لفرع القاهره الجديده ولاحظت اقبال غير طبيعي من الاعضاء طبعا القاهره الجديده برضو فيها ميزه جامده ان بخلاف الموقع المتميز للنادي هناك والمساحه الكبيره اللي هتلبي رغبات الاعضاء منطقه مركزيه برضو يعني طبعا محيط بها جهات كتيره قوي هتبقى تواجد جديد لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله مستهدف عندنا طبعا اللي هو العدد اللي خدنا موافقه عليه بجماعه من 112000 لغايه دلوقتي في الفترات البسيطه من يوم ما فتحنا باب الاشتراك نفسه يمكن كم الطلبات اقتربت الحمد لله من حوالي 500 الطلبات نفسها يعني اللي تمام تم عمل مقابلات ما يقرب من 200 او 200 وحاجه يعني طالب عضويه اقبال غير طبيعي والحمد لله برضو احب اقول اشكر الاخوه اللي عاملين باداره الاشتراكات كلهم على المجهود المضني اللي خلال الفتره اللي فاتت بيبذلوه يعني الكلام ده بيطلب منهم سهر كتير قوي جوه النادي لاتمام الاوراق بعد عمل المقابلات وكده. ده بالنسبه للقاهره الجديده طبعا يعني في ميزه كبيره جدا 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 في وجود هذا الفرع زي ما بقول لحضرتك سواء في تميز مكانه سواء في مساحته
وقف التخطيط والبلان نفسه اللي معمول له ان شاء الله هيبقى حاجه تشرف الحمد لله الاهلاويه كلهم. طبعا في نفس الوقت طبعا اما تيجي تفتح فرع رابع بتستفيد بكل الامكانيات بقى الحديثه وخلافه، فده التميز بيبقى موجود برضو يعني دايما الحمد لله ان الدنيا يعني القائمين على الامور بتجود نفسك يعني فعشان كده منتظر ان فرع القاهره الجديده ان يكون حاجه مشرفه بطريقه علميه وبطريقه تستوعب اكبر قدر من اعضاء النادي الاهلي وقدر من الخدمات والانشطه الرياضيه وخلافه، ان شاء الله حاجه هتبقى بشرفنا كلنا وشرفنا. استاذ طارق، قيمه الاشتراك والتسهيلات اللي مجلس الاداره قرر ان هو يعني يحطها كبدايه للمشتركين الجدد في فرع التجمع الخامس، حابب اعرفها من حضرتك علشان برضو الساده المشاهدين يكونوا عارفين كل المعلومات. برضو السعر بالنسبه مقارنه باسعار انديه كتير او مقارنه باسعار واقعيه والقيمه اللي موجوده حاليا تمام. هو 200,000 يعني اعتقد ان هو سعر زايد حاليا بالنسبه لامكانيات هذا الفرع، واللي مخليني احمد هنا كده طبعا ان عشان بدايه الانشاءات تمام، هي فرصه برضه اللي بيشترك دلوقتي في كده ان السعر هو 200,000 جنيه وعاملينه برضه تقسيط على 4 سنين لو حب طالب العضويه ان يكون بالتقسيط بدل الدفع المثلي يعني بحيث بيدفع نص القيمه والباقي مع المصاريف الاداريه على 4 سنين، وحاطين برضه نفس الميزه اللي احنا حاطينها للفروع عند فتح باب الاشتراك ان خلال 4 سنوات يحق للعضو ان هو يقوم بتعليه عضويته يعني لا ابجريدنج بحيث ما يبقاش عضو بس فرع التجمع القاهره الجديده، يبقى فرع عضو في كل فروع النادي والمقر الرئيسي بنفس السعر الحالي اللي موجود حاليا للعضويه بتاعت النادي كله، العضويه بتاعت النادي كله دلوقتي هي 350,000 جنيه اللي هو العضو اللي يحق له دخول كل فروع النادي الاهلي 350,000 جنيه، برضه الميزه لغايه اخر يناير ان اللي هيشترك دلوقتي في القاهره الجديده هيتمتع بالميزه دي ان هو لمده 4 سنين قدامه ان هو يعني كل فروع النادي محتفظا بقيمه 350,000 جنيه. استاذ طارق بقيمه السعر اللي هو 350,000 جنيه. فرع الشيخ زايد برضه حابب اعرف من حضرتك حاليا الفتره الحاليه في قيمه الاشتراك، وهل يعني اكيد في اقبال كبير جدا، لكن عايز اعرف من حضرتك ايضا الامور الماديه هتبقى عامله ازاي خلال الفتره القادمه؟ هل في تايم ليميت محدد ومعين بانتهاء الفتره الزمنيه المحدده؟ هل الثمن الشيخ زايد الاشتراك هيزيد ولا الشيخ زايد ليه استثناء ولا زيه زي الجزيره زيه زي الشيخ زايد؟ لا حضرتك، هو في الجمعيه العموميه الاخيره من ضمن الحاجات اللي اتقدمت اللي كانت واخده قرار مجلس الاداره اللي هي زياده اسعار الاشتراك برضو في الشيخ زايد كله. اشتراك الشيخ زايد حاليا 125,000 جنيه لو بيدفعوا نقدا، من اول فبراير هيبقى 175,000 جنيه تمام. يعني برضو طالب العضويه في الشيخ زايد لو عنده فتره لغايه اخر يناير ان شاء الله ان هو يشترك بالسعر اللي هو السعر النقدي 125,000 جنيه، ولو حب يقسط ان هو بيدفع نص القيمه والباقي بيتقسط على 4 سنين بالاضافه للمصاريف الاداريه، طبعا ده بعد ما بيجتاز اللي هي المقابله اللي هي بينص عليها عندنا اللوائح بتاعتنا وكده مع لجنه العضويه. الشيخ زايد فيه برضه نقطة مهمة جدا، احنا الشيخ زايد اتفتح في 22/3/2015 مظبوط. اللايحة اللي احنا بناء على رغبات الأعضاء في فرع الشيخ زايد كنا عدلناها في اللي هي اللايحة الأخيرة اللي اعتمدت في الجمعية العمومية فيها إن العضو بدل 3 سنين يبقى 4 سنين، له الحق إن هو يعلي اشتراكه ويتمتع بالاشتراك يبقى في كل فروع النادي بنفس السعر القائم للعضويه. برضه الشيخ زايد حاليا اللي هيشترك لغايه اخر يناير برضه هيحس لو في خلال 4 سنين ان هو يعمل ابجريدنج ويبقى عنده اشتراك لكل فروع النادي بالسعر ال 350,000 جنيه القائم حاليا اللي هو يبقى من اول فبراير هيبقى 500,000 جنيه اللي هو سعر اشتراك النادي كله.
في نقطة مهمة جدا برضو يا كابتن عمر، انا ونت على ان كان تاريخ انشاء فرع الشيخ زايد 22/3/2015. تمام. فاللي اشتركوا في الوقت دوت في فرع الشيخ زايد بس قدامهم لغاية 21/3/2019، دي نهاية الأربع سنين. لك أن تتخيل هم يملكوا إن هم يقوموا بتعلية اشتراء عضويتهم عشان تشمل كل فروع النادي بالأسعار الزايدة اللي كانت مقصود موجودة وقتها. ده طبقا للائحة اللي هو قرار الأربع سنين بيتمتع بالسعر القائم وقت الاشتراك. وقت الاشتراك وقتها كان حوالي 70,000 جنيه تقريبا في شلبة. وكان النادي وقتها 120,000 جنيه، يعني يحق له اللي اشترك 21 في بدايه الشيخ زايد قدامه لغايه 21/3/2019 يكمل اشتراكه بحيث يكون في كل افرع النادي بقيمه 120,000 جنيه اللي هي حاليا 350,000 جنيه وهتبقى 500,000 ان شاء الله من اول الفلوس. ده بالنسبه للشيخ زايد. يعني استاذ طارق اكيد كلام مهم جدا من حضرتك، ويعني امور كان يعني معظم المشاهدين عندهم بعض الاستفسارات، وحضرتك وضحت كل شيء، واحنا من خلال قناه النادي الاهلي هيبقى عندنا تنويه من دلوقتي لحد نهايه اخر شهر يناير، علشان كله اللي ما اتفرجش وما تابعش هيكون كل يوم استاذ طارق معانا يعني نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هنوه عليه كل يوم في قناه النادي الاهلي علشان خاطر اللي ما عندوش اي معلومه يكون عارف. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك وعلى يعني ردك على كل الاستفسارات الخاصه بالعضويات في الاربع فروع من فروع النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ونرجع تاني للكابتن ريعه. كابتن ريعه يعني محمد صلاح، وبنتكلم على المشروع اللي حضرتك بداته وكان ليه الفضل في وجود محمد صلاح هم ثلاثه، لكن ازاي بقى محمد صلاح لفت الانظار وازاي بداته ان هو تهتموا بيه، والقصه بقى الكامله اللي محدش يعرفها غير كابتن ريعه. انا بقول لحضرتك عشان باختصار شديد برضه لان احنا مش هننسى طبعا التهاني طبعا والتبريكات اصلا حصلت امبارح وهتحصل ان شاء الله في 2019 عشان يبقى ليه السبق العام الثالث على التوالي ان شاء الله يفوز بجائزه افضل لاعب ان شاء الله في افريقيا ويحقق كل امنياته لمصر وليفربول كمان السنه دي ان شاء الله. باختصار شديد انا في زياراتي الميدانيه لطنطا وسبسون طنطا طلبت من الاخ مصطفى اوراني المدرب واللي كان موجود في طنطا مدرب للمشروع ومعاه كابتن علاء عكاشه المدير الاداري وكابتن طارق السياجي مدير الفني للمنطقه هناك. قلت له انا عايز طبعا حد بقى يكون بقى متميز من الناس المتميزين. فطلبني بقى في يوم من الايام قال لي انا لقيت لك الفاكهه اللي انت طالبها. فرحت في زياره لقيت بقى طبعا محمد صلاح ووالده موجود، نقلناه على طول للنادي الام الموجود، وبعد كده وضع مكاني بقى لما شفنا الـ 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 الاحوال بتاعت محمد صلاح كموهوب ومميزاته ودمست خلقه وسرعته وتكيفه مع الاداء كله رغم كان بيعاني كتير جدا جدا من موضوع الوصول للنادي عشان يستمر في تدريبه. دورنا الاساسي تعمل عشان نوفر له كل الامكانيات انه يبقى مستمر في النادي، وبدل ما كان بياخد 5-6 مواصلات قعد نفس استراحه النادي وابتدى شق طريقه ودخل عليه بقى مستمر دور كل واحد. اول واحد دربه اسمه كابتن عبد الفتاح عباس، وبعدين كابتن حسام عبد العزيز، وبعدين كابتن حمدي نوح، وبعدين كابتن سعيد الشيني. انما اول واحد بعد الاكتشاف اللي احنا جبناه اول واحد ليه الفضل انه لعبه للدرجه في الدرجه الاولى الكابتن محمد رضوان. ثم شق طريقه بعد كده بقى المنتخبات الوطنيه واحد ورا واحد من اول كابتن ضياء لغايه مهاني رمزي لكابتن ربيع لكابتن مصطفى يونس لغايه ما شق طبعا كابتن طريقه كابتن ضياء السيد واحد برضه من المدربين اللي كان ليهم فضل على محمد صلاح. بس كل دول ليهم دور طبعا اهم كل اهم كل الادوار هو جه ازاي زي ما حضرتك عارف ووفقت احواله ازاي ورتبت له كل الترتيبات ازاي ومين لعبه اول واحد في الدرجه الاولى الكابتن محمد رضوان له السبق الحقيقه وله الفضل. وطبعا لعب بقى الدور الكبير والرئيسي بعد عصر المهندس محمد عادل المهندس شريف حبيب في موضوع الاحتراف الحقيقه. نفس الكلام ده منطبق على فكره دلوقتي جاي ايقونه جديده طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر كل المواصفات كل ده مستر الخلق وكل التعليم وكل الحلم والهدف اللي عايز يحققه
وبيصر عليه انه حتى كمان ان شاء الله هيبقى طاهر محمد طاهر. طبعا دخل جالي النادي برضو وهو عنده 9 سنين وسافرنا معاه سافرت معاه فرنسا سنه 2008 لما كان سنه تحت 12 سنه مزبوط. فطبعا الناس كلها كتير ويعني دي قصه بالظبط محمد صلاح ومين تتلمذ على ايديه. طب محمد صلاح لما جه عملنا فريق الامل وكان يمكن شفت الصوره اللي كان عليها السهم دي دلوقتي وكان واسندت تدريب فرقه الامل دي للكابتن حمدي نوح في هذا الوقت 2005 2006 و7 يعني ان شاء الله. كابتن يعني ايه اللي حضرتك بتطلبه او ايه اللي حضرتك شايف انه لازم يكون في الناشئ غير الموهبه؟ ممكن يكون لاعب موهوب لكن بيفتقد الى بعض السمات وبعض الصفات الشخصيه اللي ممكن تفرق معاه في مشواره الكروي سواء هيلعب داخل مصر او هيحترف. احنا شوف يعني الناشئين دول اللي هم يعني مش ممكن اي حد من الناشئين اللي بيلعبوا دول دلوقتي هيلعبوا كلهم كوره في الاخر هيوصلوا كوره. يعني لو وصل 1 أو 2% من الالاف المؤلفه اللي بيجي لنا مثلا في الاختبارات 12 15 الف يعني مختبر يعني. ف اهم حاجه في قطاع الناشئين ان لازم بيشتغل بقى الاسلوب العلمي مع الاسلوب مع الخبره العمليه. فده احنا على طول النادي المقاولين العرب ده منظومه كبيره بالنسبه للاداره او بالنسبه للاجهزه الفنيه او الاداريه او الجهاز الطبي والعماله الموجوده بخرج لعيبه كتير طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا. فاحنا حتى مشروع الامل اللي كنا عاملينه مع محمد صلاح ده بنعمله ان شاء الله بكوره عملنا السنه دي في حاجات كتيره عشان تطلع الناشئ على اسس يعني تربويه يقدر يطلع بالزبط. من هو 8 9 سنين المرحله الاساسيه لغايه 12 13 سنه ياخد كل الكلام ده كله. فاحنا اهم حاجه طبعا بنعمل له الكشف الطبي والاختبارات والتحاليل والقياسات. واحنا طبعا بنعمل حاجتين مهمين جدا جدا السنه دي في قطاع الناشئين برضو عشان نطور العمل في القطاع بخصوص هنفتتح يمكن 26 يناير الحالي ده ان شاء الله اكبر مركز تخصصي مركز تاهيل للناشئين في اختبارات جينيه وفي القياسات الفسيولوجيه وهنعمل مع القياسات دي كمان بنعمل مشاريع كتيره ان شاء الله عشان توصل اللعيب ان شاء الله للمرحله بتاع الدرجه الاولى اللي احنا عايزينها توصل ان شاء الله بعد كده للفريق الاول. في لعيبه كابتن ريع ممكن يهملوا التعليم على حساب كره القدم، لكن حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، قلت ان التعليم والعقليه بتساعد لعيب كره القدم ان هو يوصل لمدى بعيد جدا. تقول ايه للاعبي كره القدم من الشباب الصغير او الناشئين الصغيره اللي بيهملوا في التعليم وشايفينه حاجة مش مهمة مع انه هو من ضمن الاساس اللي بيبقى في شخصية لاعب كرة القدم ومن ضمن عقليته الاحترافية؟ احنا اهم حاجة احنا بنربي ونعلم على فكرة طبعا يعني احنا عشان كده عايز حضرتك كلمة وبنعلم. بقى كلمة للشباب الصغير. فالشباب الصغير طبعا يعني اهم حاجة بيلتزم بتعليمات المدرب وزي ما بقول لحضرتك احنا هنفتتح اكبر مركز تأهيل اهو وهنفتتح مع مركز تأهيل عاملين 45 لعيب كمان. احنا عندنا والحمد لله يعني اكاديميه فيها اكاديميات الداخليه بتاعتنا عندنا 722 لاعب وده يمكن اكبر رقم موجود في على مستوى مصر كلها بنعمل معاها كل حاجه. وعندنا 25 اكاديميه خارجيه على مستوى المحافظات كلها بنعمل دلوقتي كمان مع مركز التاهيل ده كمان بنعمل مشروع الامل من جديد 45 لاعب هيجروا عليهم كل حاجه خاصه عشان توصلوا للمستويات اللي احنا عايزينها. انما برضه مطلوب من اللعيبه ومطلوبه من مطلوب من اولياء الامور انه يلتزموا معانا ويتعاونوا معانا واحنا التعاون مستمر. واسم نادي المقاولين العرب حتى في وجود دلوقتي محمد صلاح غير الاساطير الكبيره اللي كانت موجوده النجوم الكبيره طبعا. القديمه انما في وجود محمد صلاح والنني واللعيبه اللي وصلت للاحتراف نادي المقاولين العرب واخد اسم كبير جدا على الساحه المصريه والعربيه والافريقيه زي ما شفنا حتى امبارح كان الشكل الحفل كان عامل ازاي. يعني يا كابتن ممكن نقول ان الظروف اللي موجوده حاليا اتت بثمار الفترات السابقه اللي حضرتك وكل الناس اللي موجوده اللي اشتغل وتعبوا ووصلوا للنتيجه لكن ما كانش فيه احتراف. لكن في الوقت والعصر اللي بدا فيه الاحتراف محمد النني وصلاح هم نتاج جيد لقطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. وزي ما حضرتك قلت الفترة اللي جاية ممكن يكون في يعني كذا تجربة زي تجربة صلاح ونني في اوروبا ايضا من خلال نادي المقاولين العرب. صدقني والله انا ال 45 بقول لحضرتك عليهم دول مشروع الامل دول مش انا طبعا عاصرت محمد صلاح ونني وعارف قصته كاملة غير الكتير اللي لعبوا في الفريق الاول يعني.
في ال 45 الموجودين دول ناس اكتر محمد صلاح وممكن يكملوا التجربه ويوصلوا ان شاء الله. بس اهم حاجه يبقى يكون كل واحد عنده حلمه وعنده. محمد صلاح كان الاصرار هو اللي وصله، الحلم بتاعه هو اللي وصله، الهدف بتاعه هو اللي وصله. صح. رغم معاناه السفر ورغم صح. التعليم اللي كان عادي جدا محمد صح. صلاح شاف حالك بروتوكول في كل حاجه صح. في اللغه، في التعامل، في التواضع، في يعني امبارح بيد البطوله كلها لمصر. يعني 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 ربنا يحميه كده وان شاء الله نفرح بيه دايما وفي كل وقت ان شاء الله. اخر مره كان موجود في مصر كان في زياره لنادي المقاولين العرب. اه بس كان في كان زياره كان نادي كان كانت فرقه 2003 راح مسافره اليونان وراح اتسحر الحقيقه مع العماله اللي كانت والناس اللي كانوا موجودين بالليل كان في رمضان. وطبعا نزل من المطار وجه على النادي على طول. بس طبعا انا للاسف ما كنتش ما حدش فيكم لحقه خالص. لا خالص هو جه ومشي على طول. والطياره كان الناس الفرقه بتاعه 2003 هتطلع على اليونان الفجر على طول بعد السحور على طول. محمد صلاح كابتريعه مع طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد وده تسلمه لجائزه الابداع الرياضي العام 2018. يعني اكيد حضرتك فخور بابنك لما يكون موجود وسط الانجازات دي كلها. لا طبعا فخور، فخور بحاجتين، فخور بالانجاز اللي عمله محمد صلاح واللي هيعمله في فتره النضج اللي موجود فيها ان شاء الله دي كله، ومبسوط جدا كمان برضو بالجائزه دي لانها تجربه كبيره جدا كان في دوله الامارات. ويعني طبعا الشيخ سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بجائزه الابداع الرياضي دي، ده هو طبعا مش في جائزه الابداع الرياضي بس، هو اي اديب بيضاء الشيخ محمد بن راشد المكتوم لجوائز ثانيه كتير جدا في طبعًا. الادب وفي الثقافه عموما وفي الرياضه. فطبعا انا سعيد ان كمان الجائزه في دبي اللي قضيت فيها فتره من احسن فترات التدريبيه والاقامه في دوله الامارات. طيب هخرج من ملف محمد صلاح دلوقتي بيجري مع حضرتك بسرعه جدا، انا عايز اروح معاك للنادي الاهلي وعايز اعرف راي حضرتك في الفتره الحاليه للنادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي عنده بيستعد لمباراه افريقيا امام فيتا كلوب. تقييمك لفتره الاهلي السابقه والحاليه وايضا استعداده لمباراه يوم الجمعه مع فيتا كلوب. بص النادي الاهلي على فكره ما عندوش، النادي الاهلي نادي القرب ونادي البطولات، مش هنقعد نعيد اللي بيتقال ده كله. ده كلام كبير يا كابتن حضرتك والله. يعني لا ما انا ابني النادي الاهلي من سنه 54 يا عمر. صح. يعني وتتلمست لغايه لغايه الفريق الاول وكابتن حضرتك قيمك يعني قيمه كبيره جدا يا كابتن ضيعه يعني. فطبعا احنا عارفين حضرتك كنت لاعب في النادي الاهلي ويعني من الجيل بقى الجيل الذهبي الذهبي فعلا. الايام ما كانت الكوره كنتوا انتوا بتلعبوا علشان الكوره فقط لا غير. الحمد لله الحمد لله. العصر الهوايه بقى كاملا زي ما انت عارف. طبعا فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله في لا عنده احنا بس يعني الاداره كلها تتكاتف كده مع كابتن محمود الخطيب يبقى كلنا على قلب رجل واحد. اولا نمره اتنين بس التعود الفانيلا روح الفانيلا الحمراء. النادي الاهلي بيكسب يعني باكثر من 50% بروح الفانيلا الحمراء والجماهير. صح. فالناس الجماهير تتحمل شويه والنادي الاهلي ان شاء الله. بس انا مش انا مش ما عنديش تحفظات، انا متخوف من حاجه معينه بس اللي هي موجوده الكم الهائل في الصفقات الشتويه دي كلها، لان النادي الاهلي لا ينقص لعيبه ولا ينقص جهاز فني. احنا كابتن واخدين عينك كابتن النهارده. محمد محمود اهو اصابه في الماتش. انا بقول لحضرتك انا بقول لك لا ما ينقصوش لعيبه ولا جهاز فني طبعًا. انا بس نبحث شويه في موضوع كثره الاصابات. كان في مع نادي سموحه شويه جاله سوء حظ، انما النادي الاهلي كم الاصابات كبير جدا. فعايز بس ايه دراسه موضوع الاصابات ده موجود وترجع الروح تاني ان شاء الله. ونبقى النادي الاهلي برضو في موضوع الصفقات دي احنا عايزين ايه بالظبط. طول عمر النادي الاهلي بيدور على اللي عايزه بالظبط، لان دلوقتي بقى في كم هائل جدا في مراكز كتير، الباك ليفت ولا وسط الملعب ولا حتى المهاجمين الجدد دلوقتي اللي موجودين. فطبعا انا خايف التاثير، بس مع الارقام الفلكيه الموجوده دي يعني الدنيا بس تبقى فيها شويه يعني ضبابيه. انما النادي الاهلي بالعكس الاداره يبقى كلها على قلب رجل واحد، الجماهير تتحمل شويه وتبقى ورا النادي الاهلي، لانه حتى دلوقتي انت شايف النتائج كلها ما حدش يقدر يقول مين هياخد البطوله لغايه دلوقتي. رغم المؤشرات موجوده، ناس قاعده تقول الزمالك والبيراميدز والاهلي والكلام ده كله، انما صدقني لو النادي الاهلي كان بيبقى بينه وبين الانديه الموجوده المتنافسه 12 نقطه و15 نقطه و18 نقطه كمان، وبيرجع برضه وهيرجع ان شاء الله النادي الاهلي اكثر قوه واكثر يعني تتويجا بالبطولات كما عود جماهير مصر كلها والدول العربيه ان شاء الله. كابتن ريو شرفتني ونورتني، وانا يعني سعدت جدا باللقاء اللي كنت موجود فيه مع حضرتك،
ان شاء الله اكون موجود معانا في حلقات جايه كتيره إن شاء الله. بيتك وقناتك وحضرتك مش غريب على قناه الاهلي ولا على النادي الاهلي. الف الف شكرا، انا سعيد كنت معاك النهارده يا عمر حياك، وان شاء الله تكرر اللقاءات ان شاء الله. ان شاء الله. كنا مع حضراتكم والفقره الحواريه الثالثه من الاهلي الليله مع واحد من نجوم الكره القدم وايضا في قطاع الناشئين في مصر، الكابتن ريعو رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. نشوفكم ان شاء الله بكره على الف مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.